السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم جميعا متابعينا من خلال الزوم وصفحة مدرسة قلعة العلم العالمية. رجعنا لكم مرة تانية استكمالا لحملة خليك إيجابي في ورشة عمل مميزة جدا جدا. احنا عودناكم دايما ان احنا بنناقش مع بعض المواضيع اللي بتاخد حيز كبير جدا من تفكيرنا في حياتنا، بتفيدنا في حياتنا، بنستفاد منها على الصعيد الشخصي والأسري وكمان في حياتنا الاجتماعية. وبرضو زي ما تعودنا هنستنى تعليقاتكم وأسئلتكم من خلال الشات بوكس في الزوم، وكمان من خلال الفيسبوك في الشات اللايف. عايز أبتدي النهاردة المحاضرة بتاعتنا. الحقيقة أنا مش هتكلم كتير قد ما أنا هسأل، هقول إمتى آخر مرة حسيت بالسعادة؟ طيب هل كل فرحة أنت حسيت بيها دي تعتبر سعادة؟ سؤال كمان، هل أنا لما بكون سعيدة دي سعادة حقيقية ولا أنا بوهم نفسي؟ طيب هنعرف إزاي نفرق ما بين السعادة الحقيقية والوهمية؟ الأسئلة دي كلها إحنا هنعرف إجابتها مع بعض النهاردة. وكمان عايزين نقول إن مش أي إحساس في أي موقف إن أنا بحقق فيه تارجت السعادة ده. إن شاء الله مع الدكتورة النهاردة هنلاقي إجابات على كل الأسئلة ديت. معانا دكتورة هبة شركس، مستشارة الصحة النفسية، خبيرة أسرية وتربوية، حاصل على ماجستير الصحة النفسية ودبلوم الإرشاد النفسي، مؤسس Art and Science Group للاستشارات، مدرب معتمد في مجال الصحة النفسية. مساء الخير دكتورة هبة. أي نور، أهلا وسهلا بيكم جميعا، وسعيدة بوجودي معاكم في دكتورة هبة، ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الصوت وعليكم السلام واضح. ورحمة الله. تفضلي وعليكم يا دكتورة السلام هبة. ورحمة الله. سعيدة بوجودي معاكم النهاردة، وإن شاء الله تكون رحلة تفضلي. السعادة سعيدة جدا عليكم، ويكون في ثراء إن شاء الله معرفي وتطبيقات تقدروا تطبقوها في حياتكم، وإجابة على تساؤلات ممكن تكون موجودة عندكم. أهلا وسهلا بيكم. اهلا بحضرتك. نبتدي النهارده كلامنا دكتوره هبه عن ايه هو المفهوم الحقيقي للسعاده. هو السعادة هي عبارة عن طيف واسع جدا من المشاعر، هو مش شعور فردي مجرد ان الواحد يبتسم او يحس ببهجة داخلية نقدر نقول ان هو ده السعادة. السعادة هو شعور بيمتد معانا عبر الزمن بطيف واسع جدا من المشاعر الإيجابية، وحتى القدرة على التعامل مع المشاعر السلبية. فالوحدة الزمنية، يعني ان الواحد يكون راضي عن الماضي ومتصالح معاه وقادر على التعامل معاه بفاعلية وكفاءة، قادر ياخد منه العبر والدروس بتاعته ويعملها كمظلة يستظل بيها، وقادر يلم المظلة بتاعته دي ويطويها ويحطها على جنب وقت ما يكون مش محتاجها. ده شكل من أشكال السعادة، أو ده واحد من مفاهيم السعادة، حسن التعامل مع الماضي، ان احنا ناخد منه الخبرات وان احنا نتعامل معاه باحترام، نحترم مشاعرنا ونكون راضيين عن الماضي بتاعنا ومتصالحين ومتسامحين مع المشاكل اللي حصلت لنا سواء في مرحلة الطفولة او في مرحلة المراهقة او حتى في الامس القريب. قدرتنا على التعامل مع المراحل الزمنية السابقة وتجاوز العقبات فيها مع اخذ العبر علشان نكمل بيها المستقبل. تفاؤلنا وأملنا في المستقبل، وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى إن بكرة دايماً أحسن، وثقتنا بعدها ثقتنا في نفسنا في إمكانياتنا إن إحنا نبني المستقبل ونأمن المستقبل، إن إحنا ما يكونش عندنا الفزع والقلق من المجهول ومن بكرة، ويبقى عندنا قدرة على تحمل الغموض اللي موجود في المستقبل، وعندنا قدرة على استخدام مؤهلاتنا وإمكانياتنا ونقاط ومكامن القوة اللي موجودة عندنا علشان نخطط ونبني للمستقبل. ده جزء مهم من أجزاء السعادة. تعاملنا مع الحاضر، مع الواقع، مع اللحظات اللي احنا بنعيشها بشيء من الإيجابية، من التفاؤل، بقدرة على إن احنا نكتشف يعني اللحظات السعيدة ونستثمر اللحظات السعيدة، وبقدرة على إن احنا نوظف إمكانياتنا ومهاراتنا
وان احنا نختار ادوارنا في الحياه ونختار ازاي نأديها، ازاي نأدي ادوارنا بكفاءه وفاعليه، هو ده اللي بيكمل لنا منظومه السعاده. فالسعاده هي مجموعه من المشاعر بتمشي بتمتد معانا عبر الزمن، من الماضي والرضا بيه والتصالح معاه، والحاضر وقدراتنا وامكانياتنا للتطوير واستثمارنا لذاتنا وجهدنا في الحاضر، وبيمتد معانا المستقبل، الامل والتفاؤل في المستقبل والايمان كمان والثقه في ربنا سبحانه وتعالى، وبعدها الثقه في قدراتنا وامكانياتنا وقدرتنا على تحمل الغموض. كل ده هو اللي بيلخص لنا مفهوم السعاده، فهو مفهوم يمتد عبر الزمن. تمام يا دكتورة. قبل ما نستفيض بالكلام أكتر ونبتدي ناخد الأسئلة، عايزة أعرف هي مصدر معلومات محاضرة اليوم هل هي تجربة من تجارب فعلية شخصية، ولا هي من خلال مثلا دراسة حضرتك؟ سؤال جميل جدا. هو طبعا لما انا هتكلم عن السعاده، ناس كتير قوي بتتكلم عن السعاده والايجابيه، بس انا لما هتكلم من منظور علم النفس، وتحديدا من منظور علم النفس الايجابي، في عالم جليل في علم النفس الايجابي مارتن سليجمان، هو اللي بدا يتكلم على علم النفس الايجابي، وقال ان احنا كل ما جمعناه من حصيله من في علم النفس عشان نفهم النفس البشريه ونعدل السلوك ونعالج المرضى ونساعد وندعم اللي عندهم اضطرابات نفسيه، بيخلينا نتخيل ان الصحه النفسيه دي كانها خط بنسميه خط الصحه النفسيه، في نقطه الصفر اللي هو الانسان المتزن، في نقطه سلبيه اللي هو لما الانسان بيبدا يدخل في مشكلات ويبدا يدخل في اضطرابات وبعدها في امراض نفسيه، وفي جانب ايجابي ان اللي هو الانسان بيقدر يطور نفسه ويبنيها ويحقق السعاده ويقدر يتخطى الصعاب ويحقق انجازات حقيقيه في حياته. فعلم النفس لفترات طويله كان بيهتم بالجانب السلبي من الصحه النفسيه، يعني الناس غير الاصحاء ازاي نوصلهم للصحه النفسيه، لكن مفهوم علم النفس الايجابي بدا يتكلم على ازاي نتعامل مع الناس الاصحاء ونزود فرصهم في ان هم يبقى عندهم خبرات حياتيه ايجابيه، ويبقى عندهم جوده الحياه، يقدروا يحققوا جوده الحياه، وازاي يستخدموا امكانياتهم وملكاتهم ومكامن القوه اللي موجوده عندهم ومحركاتهم ودوافعهم الذاتية علشان يحسنوا حياتهم. فهو ده هيكون أكتر مصدر المحاضرة، هنتكلم عن علم النفس الإيجابي وعلاقته بالسعادة، زائد طبعا خبرات وممارسات في مجال الصحة النفسية على مدار السنوات الممتدة السابقة وبعض التجارب الشخصية. فكل ده مزيج مع بعضه هيكون ثري إن شاء الله، ويكون في إجابة على استفساراتكم وتساؤلاتكم، ويكون ممتع ومفيد في رحلة السعادة. إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله قبل ما أنوه، قبل ما أبتدي السؤال اللي بعده، حابة أنوه وأقول إن في الشات بوكس في الزوم لينك لتعليقاتكم، وكمان استلام لشهادات الحضور. هنلاقي اللينك في شات بوكس في الزوم، وكمان هنلاقيه من خلال اللايف على الفيسبوك. بالضغط على الرابط هنستقبل آرائكم وتعليقاتكم، وكمان هتستلموا شهادة حضور لورشة العمل رحلة البحث عن السعادة. دكتورة حابة نسأل سؤال هنا مهم جدا جدا صراحة، بيجي في دماغنا كتير، هل ممكن تكون السعادة اللي بحسها في وقت من الأوقات هي سعادة وهمية؟ هو السعادة أيوة، أحيانا الواحد ممكن يبقى عايز يشغل نفسه عن الألم، فيبدأ يعمل بعض الممارسات المبهجة علشان يسلي نفسه أو يرفع عن نفسه أو يتجاوز آلام أو يتجاوز بعض الأحزان. لو فضل الإنسان يجري ورا الملذات ورا الأشياء السعادة بتاعتها مؤقتة، أنا مسميها زي ترامبولين كده، بتطلع وتنزل، كيرف السعادة عندنا يطلع وينزل بحاجات بسيطة وحاجات صغيرة كده، وفضل يعني يغري نفسه بيها ويلهي نفسه بيها عن حياته الحقيقية وعن خبرات السعادة الحقيقية، فهو هيبقى ماشي في زيف، يا إما هو بيهرب من آلام معينة بيحاول يشغل نفسه بس بسعادات مؤقتة أو محطات سعادة مؤقتة، أو أحيانا كمان لما بيبدأ إن هو يركز قوي على الاستمتاع والاستغراق في المتع والاستغراق في الملذات وإشباع احتياجاته باستمرار بدون ما يركز في إنجازاته ويركز في بناء حياته، لأن ده مستوى أرقى من مستويات السعادة.
فلما الواحد بيتحبس، انا بسميه كانه بيتسجن او بيتحبس جوه ملذاته، فعلا بيفقد معنى السعاده الحقيقيه. وكتير جدا من الناس تلاقيه بيصرف كتير قوي علشان يحس بالسعاده، وبعدين يقول لك مش حاسس لسه بالسعاده، فنلاقي مثلا ان هو بيصرف كتير ما اقصدش بس من المال، لكن الجهد والوقت علشان يروح مثلا يسهر سهرة حلوة، وعلشان يسافر سفرية كويسة، وعشان يقعد مع أصحاب كويسين، وعلشان يعمل كذا، بيجتهد ويحاول يفضي من وقته، ويحاول يبذل ويستثمر من جهده، ويحاول ويوفر من إمكانياته ومن مدخوله علشان يعيش هذه الخبرات السعيدة. بس أحيانا بنبذل مجهود كبير قوي، ونلاقي نفسنا صرفنا كتير وقضينا وقت كتير، وكانت حصيلة السعادة بسيطة صغيرة، لأن إحنا ممكن نكون هنا بندور على نوع سعادة مؤقت أو نوع سعادة غير مكتمل وغير ناضج، يبقى مفهومنا للسعادة غير ناضج. فاللي بيعاني من إن هو بيدور على السعادة ولسه مش لاقيها، أو اللي بيعاني إن هو رغم مثابراته واجتهاده ومحاولاته إن هو يمر بخبرات سعيدة، بس فعلا مش قادر يحققها، ومش لاقي، مش قادر يحس إن هو من جواه مشبع، أو اللي مش عارف يتصالح مع الماضي بتاعه أو قلقان من المستقبل، بيتعبعنا النهارده علشان يعرف إن في محطات للسعادة وفي مستويات للسعادة لازم نترقى بداخلها مستوى ورا مستوى علشان نوصل لسعادة حقيقية، ونوصل لخبرات مشبعة في حياتنا تريحنا في الحاضر وتخلينا نعرف نتصالح مع الماضي ونبص للمستقبل بشكل مشرق. طيب أنا إمتى أقدر أفرمل نفسي من إحساس السعادة الوهمية، أو أقدر إزاي أكتشفها في نفسي أنا، فأعرف إن أنا أعيد حساباتي؟ إزاي أقدر أكتشف إن أنا في سعادة وهمية؟ لو انا بعد السعاده بحس بحزن، يعني بعد ما احاول اقضي وقت لطيف كده مع اصحابي، وبعد كده بمجرد ما الوقت ده ينتهي، او حتى احيانا واحنا جوه خبره السعاده نفسها نحس ان احنا مش مرتاحين، مش مبسوطين، لا مش هو ده اللي انا بدور عليه. لما مثلا الاقي نفسي وانا في وسط خبره السعاده عمال تجيلي افكار من الماضي وتتخطفني الحاجات، لما الاقي نفسي وانا في رحله ورغم كده بتعصب وبحس بالضغط، وممكن اتعصب على اولادي، او ممكن انهي الرحله وامشي، او ممكن يعني داخل خبرات السعاده انا مش مستمتعه بشكل حقيقي. فهنا لازم اقف عند نفسي واسال نفسي، هل انا فعلا بعيش خبره سعاده حقيقيه، ولا انا ببحث عن السعاده في مكان غلط؟ ببحث عن السعادة في شوية ملذات من ملذات الدنيا. أنا ما بقولش إن الملذات والخروجات والإشباعات اللي بناخدها دي مش سعادة أو مش حقيقية، لكن لو اقتصرنا على النوع ده، زي بالظبط مثلا حد يبقى قدامه سفرة ممتلئة بملذ وطاب من الطعام، ويكتفي بإن هو مثلا ياخد بعض ثمار الفاكهة وخلاص ويعيش عليها حياته كلها، فإن أنا بسيب كل القيمة الحقيقية اللي ممكنة للسعادة، وباخد يعني حاجات بسيطة جدا مكملات وبعتبرها هي الأصل. فلو الواحد لقى نفسه انه رغم محاولاته ان هو يسعد نفسه ويسعد الناس اللي حواليه، ورغم ان هو بيخصص وقت للترفيه وللتسلية وللمتعة، ورغم ان هو بيحاول يبني علاقات كويسة، بس لغاية دلوقتي بيحس من وقت للتاني بالحزن، وحتى في وسط ممارسات السعادة قد يشعر بالألم، يبقى ساعتها لازم يراجع نفسه ويقول يا ترى هل انا بترقى في السعاده ولا لا. ولما ندخل ونغوص اكتر في مستويات السعاده هتوضح الاجابه على السؤال ده تحديدا. تمام، وهو ده السؤال فعلا يا دكتورة، احنا محتاجين نعرف هي ايه مستويات السعادة بشكل عام، هل هي درجات فعلا؟ طيب هل الرضا مثلا، او ان انا خلاص رضيت بنصيبي، ده درجة من درجات السعادة مثلا؟ فحابين نعرف بقى يا دكتورة ايه هي درجات السعادة وايه مستوياتها؟ أنا عايزة في بداية أفرق ما بين الرضا والاستسلام. الرضا معناه إن أنا قابلة كل حاجة بتيجي من عند رب العالمين، وعارفة إن فيها خير، وهجتهد علشان أطلع الخير اللي جواها وفقا لإدراكي أنا، وطبعا ببقى عارفة إن حكمة ربنا أكبر من إمكانياتي أو قدراتي على الإدراك، فلو أدركت الحكمة كان وبها، ولو لم أدرك الحكمة فهو القصور في إدراكي.
لكن انا راضيه بقضاء ربنا. انا دايما بقول احنا ماشيين في الحياه دي، يعني احنا دورنا في الحياه الدنيا، والمعنى ده من المعاني المهمه جدا في علم النفس الوجودي او في اللوكوثيرابي، ان احنا بنيجي الدنيا علشان نشهد على اقدار ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لنا، كاتبها علينا. احنا في اقدار مقدره علينا، زي مثلا ان احنا هنفقد بعض الناس الاعزاء على قلبنا، زي مثلا ان احنا هنصاب بحاجات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. احنا في ابتلاءات هنمر بيها وفي اقدار هنمر بيها، فاحنا دورنا ان احنا في الاقدار دي ان احنا نسلم بامر ربنا سبحانه وتعالى. دوري اني ارضى عن قدرك يا رب، انا جايه بشهد اقداري وانا بقول انا كلي رضا على هذه الاقدار، بس جايه ابني الواقع بتاعي. الاقدار دي مش بتمنعني ان انا ابني الواقع دي، بالعكس دي اسلحه، حتى لو كانت مؤلمه فهي بتقويني علشان ابني الواقع، مش ادوات تعطيل. ربنا سبحانه وتعالى لا يعطل قدراتنا، لكن بالعكس يصقل هذه القدرات. فانا ماشيه بشوف الواقع بتاعي، بشهد عليه وبشهد على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وبأشهد ربنا ان انا راضيه عنه، راضيه يا رب بقضائك وقدرك. فده الرضا. لكن الاستسلام هو انا ما فيش في اليد حيل، هو انا هعمل ايه يعني، ما هي الظروف كده، وعلى طول لسان حاله الشكوى وعايش دور الضحيه، ده مستسلم. فالسعاده بتيجي من الرضا، اللي هو انا راضيه بقضاء الله وعارفه ان كل ما يفعله ليا خير، وكلها ادوات، كل قضاء ربنا ادوات بتصقل شخصيتي علشان تطلع أحسن ما فيها، زي ما الفحم كده لما بيتضغط بيطلع منه الألماس، فنفس الحكاية علشان أنا أطلع الألماس اللي جوايا محتاجة إن أنا شوية يحصل لي بعض الصعوبات والتحديات في الحياة. فده الفرق ما بين الرضا والاستسلام، وده فرق مهم جدا جدا، لأن المستسلم شايف إن ما فيش في إيده حاجة. لو أنتوا لسان حالكم بيقول ما باليد حيلة، فأنتم مستسلمين ولستم راضين. لكن الراضي هو اللي بيقول انا رضيت يا رب بقضائك، لكن انا هجتهد واصنع الواقع علشان اكون اديت رسالتي في الحياه، لان انا خليفه الله في الارض. بالنسبه بقى لمستويات السعاده، في مستويات من السعاده علم النفس الايجابي اتكلم عنها وقسمها لثلاث مستويات رئيسيه من مستويات السعاده. المستوى الاول هي خبرات البهجه والاشياء اللذيذه البسيطه والاشباعات اللي ممكن تكون بتحصل لاحتياجاتنا النفسيه. احنا محتاجين للحب، ان احنا نحس بمشاعر ايجابيه ناحيه ناس، ان احنا نبقى محبوبين، ان احنا نبقى متشافين، محتاجين للتشجيع، محتاجين لناس تدعمنا في الحياه، محتاجين ان احنا نستمتع بالحياه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فاحنا محتاجين لهذه الملذات، محتاجين لهذه الاشياء اللي بتشبع شهواتنا وملذات بتحسسنا بنوع من انواع السعاده. فده المستوى الاول اللي هو مستوى حياه البهجه، ان الواحد يبقى بيعرف يتبسط بابسط حاجه، حاجات كده بتبقى زي ما بقول بتبقى زي ترامبولين بتعلي مشاعر السعاده عندنا، وبعد فتره زمنيه مش طويله بنلاقينا رجعنا للليفل العادي بتاعنا. لكن الحاجات دي ممكن خروجه حلوه، ممكن مثلا انا بالنسبه لي الايس كريم من الحاجات اللي بتسعدني، ممكن اكله حلوه بالنسبه لناس ممكن تسعدهم، تمشيه ممكن تسعد ناس، شوبينج ممكن يسعد، او تسوق ممكن يشبع ناس، ممكن قعده حلوه لذيذه وصحاب وناسه، ممكن مسلسل كوميدي او برنامج لذيذ، ممكن لحظات زي اللي احنا قاعدينها متجمعين فيها على طلب العلم، دي كلها ممكن تكون حاجات بتسعدنا سعاده مؤقته وسعادة بسيطة كده كسب، يعني ما فيهاش مجهود كبير علشان خاطر ان انا اعملها. فالمستوى ده من السعادة بنسميه مستوى البهجة، حالة كده لذيذة ومبهجة وكبسولات من السعادة. وعلشان نعرف الكلام ده مهم قوي 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 ان انا ابدا اعمل عندي حاجة اسمها قائمة السعادة او هابينس ليست. ابدا اقول يا ترى هو انا ايه الحاجات اللي بتسعدني، وابدا اعمل ايه، اكتب الحاجات اللي بتسعدني. انا فاكر معايا قوي ان احنا نبدا دلوقتي مع بعض كده نجرب ان احنا نعمل قائمه السعاده. هشير السكرين ونبدا نشوف مع بعض حاجه اسمها قائمه السعاده.
يهمني اشوف الشات لو حد يقول لي ايه الحاجات اللي بتسعده. انا مثلا هحط ان من ضمن الحاجات اللي بتسعدني مكالمة تليفون، طبعا اكيد لحد عزيز، الايس كريم، برنامج كوميدي، يعني اعتبروها صح. ايه تاني حاجات؟ يلا وروني ايه عندكم فعلا حاجات في في قائمة عندنا السعر. مشاركات، في قول مشاركات جميلة جدا معانا، في فنجان القهوة، قراءة القرآن، خروجة فنجان حلوة مع القهوة. ناس لذيذة، التسوق، العطور، طلعة مع صديقة، الصلاة في الثلث الأخير من الليل، جميل، الفرفان، الشوكولاتة، الصلاة، الفلوس، أكيد شوكولاتة، أكيد فلوس، الخروج، الشوبينج، أكيد الشوبينج، يعني مساعدة محتاج، في صوت أمي ربنا يخليها يا رب، ربنا يخليها شوكولاتة يا رب. الدارك، الشوبينج، القعدة على البحر، مجلس الذكر، لقاء مع الأصدقاء، كلمة حلوة للدعم، دش لطيف، أحكي مع أولادي، الوضوء، جبران الخواطر، جلسة مع الأهل، العطاء، خلوة جميل مع نفسي. جميل جميل، رائع أمين رائع. جدا يبقى حقيقة ده فعلا. اسمه قائمة السعادة. طب هو في شروط لقائمة السعادة دي؟ يعني أنا لازم يبقى عندي حاجة اسمها قائمة السعادة، ولا الدكتورة هبة دي شكلها مكبرة الموضوع؟ لازم يبقى عندنا قائمة السعادة. قائمة السعادة دي لها فوائد كتير جدا علينا، فأنا لازم أعمل قائمة السعادة. وقائمة السعادة دي أنا عايزة كل واحد فيكم يبقى عنده قائمة سعادة على الأقل فيها 50 حاجة، 50 ايتم، فيها حاجة من العبادات، فيها حاجة من العلاقات، فيها حاجة من ان انا بقدر امتع نفسي بنفسي. لان قائمة السعادة دي لما احس في لحظة ان انا مخنوقة هروح ابص على قائمة السعادة بتاعتي، سواء كانت جوه التليفون او كانت جوه عقلي. انا خلاص قائمة السعادة بتاعتي بقت جوه عقلي، وكان عندي قائمة سعادة وما زالت قائمة سعادة موجودة عندي على التليفون. فانا لو اتضايقت الساعة 2 بالليل او قلقت الساعة 2 بالليل او حصل لي اي حاجة، عندي اكيد من ضمن ال50 ايتم حاجه ينفع اعملها دلوقتي وتخفف عني الضيق اللي انا فيه. زي مثلا ان انا اصلي ركعتين، زي مثلا ان انا اتفرج على حاجه كوميديه، زي مثلا يعني حاجه ممكن اعملها، زي ان انا بحب اقرا كتب، زي ان انا بحب اكتب بعض الخواطر او بعض الحاجات دي عندي في درج الكوميدين وفي دفتر خواطر صغير وقلم، مثلا زي ان انا بحب حاجات ممكن اعملها الساعه 2 بالليل والساعه 3 بالليل، حاجه ممكن اعملها وانا في وسط الشغل في وسط وقت العمل الرسمي، بس اقدر اعمل حاجه تبسطني، حاجه ممكن اعملها لو انا خارجه مع اصحابي وحسيت ان انا متضايقه وحصل موقف وضايقني، فاقدر اعمل حاجه من جوه قائمه السعاده. قائمه السعاده دي لها ادوار كتير. اولا لازم اشيك كل يوم اشوف انا عملت حاجه من جوه قائمه السعاده ولا لا، وعملتها وانا سعيده ولا. يعني مثلا الصلاه ممكن تكون من ضمن قائمه السعاده، بس احيانا يمر علينا يوم والتاني ونبقى صلينا اداء فرض وليس من منطلق السعاده. انا اشوف ان النهارده ايه اللي عملته. الصبح لما بحط التو دو ليست بتاعتي ممكن اشوف ايه منها اللي يستاهل احط عليه قلب كده، وهو ده اللي هيديني جرعات السعاده البسيطه جدا جدا جدا. كل ما كانت قائمه السعاده طويله وكل ما كانت قائمه السعاده متنوعه، كل ما كان الموضوع بالنسبه لنا احسن واكبر وافضل. يبقى احنا محتاجين قائمه سعاده، محتاجين قائمه سعادة، سوري، محتاجين قائمة، هوبا ايه اللي حاصل، محتاجين قائمة سعادة تكون متنوعة، تكون ثرية، وتكون بسيطة، ممارسات فيها، ممارسات بسيطة، وفيها حاجات صعبة، بركب العجل، بلعب رياضة، يعني حاجات ممكن تتعمل في اي وقت، وحاجات ممكن يكون لها شويه ترتيبات، اطلع اعمل شوبينج، اعمل كذا، ابر امي، اسمع صوتها، اكيد مش هتصل بيها الساعه 3 بالليل اقول لها والله يا ساره حسيت اني متضايقه فقلت اسمع صوتك، يعني هقلقها بالظبط، اكيد. هاخدها عليا فعلا. في حد حابب يشارك؟ انا شايفه ان في ناس رافعين ايديهم. ايوه نستقبل مشاركة معانا، اتفضلي. ايوه
أستاذة أزهار اتفضلي. أيوة أستاذة أزهار معانا. أيوة ايوه اتفضلي يا فندم اتفضلي. هو يقطع بس انا مش سامع كويس، مش عارفه هو العيب من ايه. الصوت انا سامعاكي كويس. في انا سؤال سامعيني عند كويس. حضرتك؟ لا انا طبعا انا لسه داخله حالا، بس هو الصوت بس في مشكله، انا مش بسمع كويس، شويه يقطع وشويه يكمل، لا ممكن يقطع يكون في وشويه بس يرجع مشكلة تاني. في النتورك ولا حاجة، وإن شاء الله هيبقى تمام. خليكي معانا وتابعينا، احنا سامعينك كويس جدا. تمام ماشي شكرا. تمام، أهلا أهلا بحضرتك. اتفضلي يا دكتور. فإن قائمة السعادة بتاعتنا تبقى متنوعة أسرية، وفيها بعض الممارسات البسيطة، وفي بعض الممارسات اللي ممكن تاخد مننا وقت. دي حاجة من الحاجات اللي بتحسن حياتنا، ودي حاجة بناخد منها كبسولات وجرعات سعادة ترفع مشاعرنا وترجع مشاعرنا في مستواها الطبيعي. غير كده تكرار اللحظات بتاعت السعادة دي في حياتنا بيخلي خط السعادة بتاعنا كله يرتفع، خط السعادة بتاعنا كله يبدأ يرتفع تماما. يعني لو كان مستوى السعادة، أو أنا مستوى القلق والتوتر والمشاعر عندي موجودة كده، مستوى المشاعر عندي متذبذب، لما باخد جرعات السعادة البسيطة دي واللي بعدها بيكون صعب، زي رحلة، زي سفرة، زي حاجات زي كده، ده بيخلي إن مستوى السعادة عندي يبدأ، أو خط السعادة اللي هو المزاج العام بنسميه. يا ترى أنا مزاجي العام عامل إزاي؟ هل أنا على طول قلقانة؟ هل أنا على طول مضطربة؟ أقل حاجة صغيرة يعني بثور وبغضب وبنفعل؟ هل على الأقل حاجة بسيطة ببكي؟ ده معناها إن مستوى السعادة عندي مش عالي. لكن كل ما كان مستوى السعادة عندي عالي، أو المزاج العام عندي معتدل ومتزن، كل ما كان هيبقى سهل عليا إن أنا أدخل في المستويات التانية من مستويات السعادة. يبقى عندي قائمة سعادة متنوعة، وبالإضافة لقائمة السعادة المتنوعة عندي كمان إمكانية إن أنا أحسن بشكل أفضل من الحالة المزاجية العامة بتاعتي. تمام، في معانا مداخلة يا دكتورة من أستاذة رانيا أحمد. أستاذة رانيا اوكي أحمد اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. زي النور، اهلا وسهلا، ازيك يا هبة؟ ازيك اهلا يا وسهلا دكتورة؟ بيك، اهلا وسهلا بيك. حابة أقول إن إحنا لازم ما نربطش السعادة بتاعتنا بالآخرين، وفي نفس الوقت برضو ان احنا لما بنحط مقياس للسعاده بتاعتنا او الحاجه اللي انا بعملها دي بتساعدني، لما بتلاقي انتقادات حتى لو بهزار، انتقاد بهزار او بحاجه تانية، انا اقتنع بالحاجه اللي انا بعملها عشان اوصل لدرجه السعاده اللي هتعود عليا من ورا فعل الحاجه اللي انا اخترتها، سواء كانت خروجه او كانت، يعني انا كتير مثلا ممكن اخرج الصبح لوحدي، افطر لوحدي، مش عشان مفيش ناس، علشان ده حاجه هتخليني بصفي محتاجة ذهني وقتك انت أكثر. الخاص. بالظبط، الشوبينج برافو مثلا، يا رادي، حاجات كتير يعني، بس هي دي البوينت، ان دايما الاخرين محبطين اكتر ما هم مشجعين. شكرا، خلينا نحطها ان بعض الانشطة ميرسي جدا لمشاركتك. ايوه يا دكتور. ممكن تكون فردية. في معانا مداخلة، سؤال تاني. لا جميل يا رانيا، طبعا اضافه رانيا اضافه رائعه جدا، لان احنا لو فضلنا ان احنا معتمدين، انا ما بسعدش لوحدي، انا لازم الم الصحاب وصحاب الصحاب، والم الجيران وجيران الجيران، فلحظات وبتاثر بالنقد، وكل دي حاجات بتقلل مستوى السعاده، وبتقلل كمان، بتنقص المزاج العام بتاعي. ومهم قوي وانا بتكلم عن السعاده ان انا اراقب المزاج العام بتاعي عامل ازاي. هل مزاجي العام معتدل ولا مزاجي العام مضطرب؟ تمام. طيب في مداخلة تانية؟ لا احنا حابين بس دلوقتي نقول انه هيكون في تصويت، سؤال للتصويت، وحابين المشاركة من الجميع عشان نشوف نسبة التصويت عندنا. هل عندك قائمة سعادة واضحة؟ تمام جميل جدا. دكتورة، هنا في سؤال برضو مهم جدا. طب انا لو فضلت
يعني انا تقريبا فهمت المستوى الاول واضح جدا. لو انا فضلت فيه، هل وجودي في نفس المستوى او في المستوى الاول ده شيء مثلا غلط، او انا مطلوب مني ان انا اعلي التارجت واروح لمستوى تاني؟ يعني عايزه هو اعرف هل ليها مميزات او عيوب. اتفضلي يا دكتور. طيب، هو انا شايفه ان في ناس في التصويت عندنا، انا لسه التصويت ما وقفش، فكملوا يا جماعه، ارجو ان كل الموجود معانا يدخل جوه التصويت ويقول لنا اذا كان عنده قائمه السعاده واضحه، وهل الشروط بتاعتنا بتنطبق على قائمه السعاده، ان هي تكون متنوعه، ممكن اعملها في اي وقت، بعض الانشطه فيها سهله، بعض الانشطه ما بتعتمدش على وجود اي حد معانا، نقدر نعملها بشكل فردي. فاللي عنده قائمة السعادة يراجع الشروط بتنطبق عليها ولا لا، متنوعة وسرية، واللي ما عندهوش يوعدني ان هو النهارده هيبدأ يشتغل على قائمة السعادة، هيراجعها بشكل يومي، هيشوف هو زار محطات سعادة قد ايه في يومه بشكل يومي، عشان نبقى طلعنا بحاجة مفيدة في الورشة بتاعتنا في المستوى الأول. السؤال اللي بتسأليه أستاذة ريم رائع جدا. طيب، ما هو في مستوى سعادة وبسيط قوي، ده أنا ممكن أقرأ كتاب وأشرب كوباية قهوة وأكلم ماما وأصلي ركعتين وأنزل أعمل شوبينج وخلصنا، وأدي السعادة خلصت. طب إحنا هنقعد نتكلم على مستوى تاني ومستوى تالت ليه؟ لأن في حاجة في علم النفس مهمة جدا اسمها طاحونة السعادة. الحاجة اللي بنستلذ بيها وبتدينا لذة عالية، بعد شوية نظام المكافآت في الدماغ بيبدأ يتعود عليها. دي حته في علم الاعصاب، يبدا يتعود على المستوى ده، فيبدا يبقى عايز اكتر. فلما كنا بنتبسط بخروجه بسيطه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا، ده صوت اتفتح بالغلط، بس احنا فعلا في معانا مداخلة يا دكتورة. ناخد خلينا مداخلة نسمع معانا. مداخله وبعدين نكمل الكلام عن طاحونه تمام يا السعاده. دكتور. في معانا أستاذة شيماء. أستاذة شيماء، السلام عليكم. الو، أيوه، ايوه، احيانا مش عارفه هو انا داخله متاخره، بس هقول يعني هل ده فعلا من اسباب برضو عدم السعاده ولا لا؟ ان انا مثلا بحب اعمل حاجات هاند ميد او الكلام ده كله، بس دايما جوزي مش حابب ان انا اعمل دوت، دايما بيحبط، والحاجه دي بتخليني مبسوطه، سواء بيحبط انتاجيتي او بيحبط، لا ممنوع تخرجي تعملي كذا بره، ممنوع تنزلي، ممنوع. فهل دي برضو من إحباطات السعادة؟ يعني بحس إن أنا دايما خلاص ما بقاش عندي الحاجة اللي بتبسطني، لا هو محبطها لي. فزي القائد اللي فوقية هو اللي زي إيه، مش مخليني أعرف أتفاعل مع السعادة، إن أنا أقدر أخرج، إن أنا أقدر أعمل الشيء دوت. مش عارفة هل ده برضو شيماء، هل ممكن وانا بتكلم عن المستوى التاني للسعاده تتابعي معايا هجاوب على السؤال ده؟ تمام. أوكي، خليكي معانا يا شيماء وهتلاقي اجابه على السؤال ده. طيب، ايه الخطر اللي كانت بتسال عليه استاذه ريم؟ ايه الخطر ان انا افضل في المستوى الادنى من مستويات السعاده، اللي هو المستوى احنا ده اللي بيعيش فيه اغلب الناس على فكره. المستويات الاعلى هي اللي بتحتاج ان احنا نترقى فيها لانها لها تفعيل. النظام المكافآت عندنا في الدماغ بيبدأ يتبرمج، فكوباية القهوة اللي كانت بتبسطني بدأت تبقى مش بتبسطني قوي. الشوبينج بدأت أبقى عايزة أعلي المصروفات في الشوبينج. الخروجات، الخروجة البسيطة ما بقتش عجباني وبقيت عايزة أعمل خروجات أكتر، معقدة أكتر. مثلا برنامج كوميدي بقى أغلب اللي بيطلعوا على الشاشة مش مرتاحة لهم، وبالتالي أنا عمالة إيه الحاجات او الحاجات اللي كانت بتسعدني عماله تعلى عماله تعلى، فبالتالي انا عندي طاحونه للسعاده ومش بحس بالسعاده بنفس المقدار، لان نظام المكافئات عندنا في الدماغ يبدا خلاص هو محتاج يفرز كميه معينه من هرمونات السعاده لما اعمل اي ممارسه سعيده، ولما بيبدا يحصل اعتياد بيبدا ان هو ما بيفرزش نفس الكميه، فبحس ان انا محبطه، فببطل اعمل حتى الحاجات البسيطه اللي كانت بتسعدني، بيبطل يبقى لها اثر، وده بنسميه طاحونه السعاده. يبقى انا ايوه، وده واحد من اسباب اهميه ان قائمه السعاده بتاعتي تبقى كتير. علشان ايه؟ علشان على بال ما الف على الحاجات يبدا لما اعمل الحاجه تبقى متجدده وتبقى متنوعه وتبقى بتقدر تفعل نظام المكافئات في دماغي، وبتبدا ان هي تخليني فعلا احس بالسعاده.
لكن طاحونة السعادة بتخلينا عايزين دايما يبقى فيه أكتر، فلو فضلنا في المستوى الأدنى من السعادة هنبقى بنبذل مجهود كبير قوي عشان نحصل على مقدار أو فترات قصيرة من السعادة المتفرقة، لكن لو ترقينا للمستوى الثاني من مستويات السعادة هيكون الوضع جدا مختلف. في حد تمام. حابب يشارك؟ في معانا سؤال فعلا يا دكتورة، بيقول هل في عدد معين لقائمة السعادة؟ لا، هو مفيش عدد معين خالص لقائمة السعادة، القائمة مفتوحة بس لها شروط إن هي تكون متنوعة علشان نقدر نتجول جوه القائمة من غير ما ندمن نمط واحد من أنماط السعادة ويبدأ يبقى غير فعال ونبقى عايزين ما نخشش جوه طاحونة السعادة. لازم تبقى متنوعة علشان تناسب كل مكان وكل زمان، في أي وقت ممكن آخد جرعة سعادة. لازم تبقى نشطة في دماغنا ونكون بنمارسها باستمرار، لكن العدد بتاعها مفتوح endless. حاجات ممارسات وحاجات ممكن ان احنا نعملها وناخد خبرات سعادة بسيطة وناخد كبسولات من السعادة بشكل يومي تحسن المزاج العام بتاعنا وتخلينا فعلا بنمارس السعادة. تمام. في معانا مداخلة من أستاذة فيروز. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته، ورحمة الله أهلا وبركاته. بحضرتك. أهلا بكم، شكرا ليك يا دكتور ولوقتك وعلمك اللي بتديهولنا. بس أنا عندي حاجة، يعني بعمل كل حاجة عشان تسعدني، مش عارفة في حاجة كده وجع قلبي، مش عارفة، مع إني أنا راضية الحمد لله رب العالمين بقدر الله، بس مش قادرة، مش قادرة، يعني دموعي وسط فرحتي بتكون نازلة. أنا هل راضية. انت عندك حاجه في الماضي مغرقاكي لغايه دلوقتي واخداها وصاحباها معاكي لغايه دلوقتي؟ بنتي توفت من 4 سنين، وحاليا ذكرى وفاتها كان عندها 10 سنين، وتوأم صغيرين راحوا. فبنتي بالذات الكبيرة حبيبة هي اللي وجع قلبي، رغم كل حاجة بكون مع أصحابي مع حبايبي، الحمد لله ربنا يعني كرمني بناس جميلة جدا في حياتي، الحمد لله الحمد بعمل لله. حاجات بسيطة بتسعدني على قدي، بس برضو دموعي ما بتفارقنيش، وجع قلبي مش بيفارقني أبدا أبدا أبدا، مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة. يا عزيزتي أستاذة فيروز، ربنا يصبر قلبك ويربط على قلبك كما ربط على يا رب قلب أم موسى، يا رب اللهم آمين. ويعوضك الخير كله كما عوض الوالدين في قصة العبد الصالح في سورة الكهف، ويجعل الفقيدة دي إن شاء الله على باب الجنة، هي وإخواتها على باب الجنة ينتظروكم، ويكونوا سبب لدخولكم لكل الأسرة، يشفعوا لكم ويكونوا سبب لدخولكم الجنة. يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث قدسي كمان، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقبض أحد أبنائنا، بيسأل الملائكة ماذا قال، فبيقولوا إن مثلا حمدك يا رب، فبيقول إن ملهوش يعني جزاء غير الجنة بما معنى الحديث، طبعا مش حاضرني النص. يعني انت من نوع من الابتلاءات المؤلمه، ابتلاء الفقد من الابتلاءات المؤلمه، والاحزان هو الوجه الاخر للسعاده. وجود الاحزان في حياتنا لا ينهي ان احنا بنعرف نستمتع بلحظات من السعاده وقلوبنا بتتالم، يعني فعلا بتعتصر ألما على فقد ناس كتير احنا بنحبهم في حياتنا وعلى اشياء مؤلمه. يعني الحياه لا تخلو من المنغصات، وطالما انت متصالحه مع الماضي تشهدي زي ما قلنا في بدايه الورشه النهارده، بنشهد اقدار ربنا فينا وبنقول يا رب شاهدنا ويا رب راضينا بهذا القدر، بيفضل في عندنا الاحساس بالالم، يفضل عندنا الاحساس بالحزن. وانا دايما لما باجي اتكلم عن المشاعر بحب اقول ان المشاعر بتتحرك في داخلنا في مجموعات وليست فرادى، يعني مفيش شعور واحد بيتحرك لوحده، فانت ممكن تبقى كل المشاعر عندك ممزوجه بالحزن وممزوجه بالالم، بس هي موجوده، بس الالم والحزن هم موجودين معاكي في كل شعور انت بتشعريه. كل ما كان في رضا كل ما بتبدا الاحزان دي صوتها يبقى خافت وعميق، وتبقى بتنقي القلب بتاعنا وبترقق القلب بتاعنا، يبقى قلبنا فيه من الرقه ان احنا نحس ونتعاطف ونعيش أنقياء في الحياة، وناخد من جرعات السعادة ونكمل حياتنا اللي ربنا كتبها لنا لغاية آخر لحظة حتى نلقى الأحبة. فيعني
المشاعر زي ما بقولك بتتحرك في داخلنا في مجموعات، فانتي مشاعرك ممزوجة بالحزن، لكن ده لا يمنع انك بتاخدي بعض الجرعات من السعادة. المهم المهم يا عزيزتي ام حبيبة ان انتي تبقي فعلا فعلا مش بتحسي بالذنب لو حسيتي انك مرت عليكي لحظة صفا، مش بيجيلك شعور بالذنب. ازاي فرحت وبنتي هي بنتك عند ربنا سبحانه وتعالى في مكان أعظم وأرقى وأجمل بكتير من اللي احنا فيه، دي لم تبلغ الـ يعني التكليف أصلا، فدي ما يعني ملاك طاهر عند ربنا سبحانه وتعالى، فيعني استعوضيها عند ربنا سبحانه وتعالى، وانتظري لقائها وعيشي حياتك وما تلوميش نفسك على لحظات من المتعة ربنا سبحانه وتعالى ومن السعادة ربنا سبحانه وتعالى بيهبك إياها. وما تتخيليش إن في إنسان بيبقى سعيد يبقى ما بيتألمش أو ما بيحزنش، بالعكس دي مشاعر الحزن بتمتزج مع مشاعر السعادة، بتمتزج وبيتحركوا مع بعض، يعني احنا بنبقى سعدة وفي قلبنا فيه ألم، يعني بنبقى بنمارس حياتنا الطبيعية واحنا فاقدين حاجات وفي مداخلنا مشاعر الألم، فالمشاعر بتتحرك مع بعضها وبتتصارع أحيانا مع بعضها. المهم إن الشعور بالذنب تسيطري عليه وما تخلوش يبقى موجود عشان تقدري تسمحي لنفسك بجرعات سعادة أكتر. هل تمام. عندك أي استفسار تاني أستاذة فيروز؟ أنا عايزة أقول إن التعليقات اللي جت للأستاذة فيروز أم حبيبة جميلة جدا بجد، فيها كمية حب وطبطبة. أنا حقيقي بشكركم جدا على إحساس الحب والدعاء للغير بجد، يعني ربنا يا رب يجعل الدعاء من نصيبك يا رب يا أستاذة فيروز. حابة ننوه للمرة التانية إن رأيكم يهمنا جدا. هنلاقي اللينك الضغط على الرابط في الشات بوكس موجود في الزوم، وكمان هنلاقيه معانا على صفحة فيسبوك مدرسة قلعة العلم العالمية من خلال الشات لتلقي تعليقاتكم وأسئلتكم، وكمان للحصول على شهادة حضور ورشة العمل لرحلة البحث عن السعادة. في معانا مداخلة دكتورة أنا هبة، بس عايزة أستأذنك أستاذة ريم إن إحنا اتفضلي. نسمع أستاذة فيروز لو كانت عايزة تعلق أي تعليق قبل ما في ناخد أستاذة المداخلة فيروز التانية. أي سؤال تاني؟ شكرا شكرا لاهتمامك يا دكتور، شكرا لدعواتكم الجميلة. أنا الحمد لله سبحان الله، أنا في الأول يعني لما هي توفيت أنا رضيت، وأنا اللي غسلتها بإيدي وكنت قوية جدا، وأنا على غسلها ذكرت الحديث اللي حضرتك قلتيه يا دكتور، لما ربنا سبحانه وتعالى يتجلى وبيسأل كيف وجدتم حال عبدي، وردي والحمد لله، وحطيت نفسي في أعمال خير ومتعرفة على ناس كتيرة جدا جميلة في حياتي، ربنا يسعدها يا ربي الله والحمد أكبر لله يا رب، الحمد لله، وربنا اللهم أعطاني بارك، حمدة صغنطت بعدها مالي علي الحياة. ما بس شاء الله ما شاء ربنا الله يخليه الله أكبر ربنا اللهم يخليه بارك. ويبارك فيه يا حبيبتي. أمين يا رب. ومع الناس أنا جميلة جدا، الناس كلها بتقول لي أنت مش بتبطلي هزار وضحك، والحمد لله رب العالمين متعايشة وراضية راضية الحمد لله رب العالمين. بس هي مشكلة دموعي دي اللي ما بتقفش، هي دي بس اللي نفسي أظبطها شوية، مش قادرة، هي دموعي دي بس ما يعني. تقاومهاش يا ما تقاومهاش يا فيروز، سيبيها سيبيها تنزل شوية دموع وتروح وتيجي، سيبيها سيبيها، يعني سيبي نفسك تحسي الحزن ضيف يجب أن نحسن استضافته، ما ينفعش إن احنا نحاول إن احنا نمنعه أو نحاول نزقه ونقفل الباب، احسني استضافته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العين لا تدمع، عليه يعني الصلاة والسلام. يعني اذا كان عين الرسول صلى الله عليه وسلم بتدمع بالفراق، والرسول صلى الله عليه وسلم فارق الاحبه في الدنيا وكان عنده عامل حزن اللي فارق فيه السيده خديجه وعمه ابو طالب، ففعلا الانسان بيحزن بالفراق وفراق الاحبه، ومفيش اغلى من الابناء، والرسول ذكر ان العين لا تدمع في فراق ابنه، ففعلا هو مفيش اغلى من الابناء واغلى من ان الواحد يفقد حاجه زي كده. ربنا يصبرك في مصابك وسيبي لدموعك فرصه لغايه لما هي لوحدها تبدا واحده واحده تجف، الموضوع يستاهل، يعني مفيش ما يمنع ان احنا نحزن، ده مش ضد السعاده ولا بيتعارض معاها، دي واحده من المفاهيم الغلط، هل انا لما بحزن انا كده ما اعرفش اسعد؟ لا، هي المشاعر بتتحرك في داخلنا في مجموعات، وافضل الناس هم الناس اللي مشاعرهم مسارات المشاعر عندهم مفتوحه مش مسدوده وكابتين على مشاعرهم كلها، مسارات المشاعر مفتوحه ولكنها مهذبه وبتخرج بشكل لائق، بنعبر عنها باسلوب راقي وجميل.
فشكرا لمداخلتك أستاذة فيروز، ودعواتنا كلنا ليكي، والله نربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى. اللهم شكرا آمين. يا دكتور، شكرا لحضرتك، جزاكم الله كل خير. ربنا طيب، معانا يستدعيك. مداخلة من أستاذة عائشة. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتورة على المحاضرة الجميلة، والله يصبرك يا رب أستاذة فيروز. سؤالي كان بالنسبة لقائمة السعادة، مثل ما تفضلت الدكتورة قالت إن نحاول نخليها يعني فيها يعني عدد أكبر ممكن، بس الحين بالنسبة لتطبيق قائمة السعادة كيف يكون؟ مثلا يعني مثلا أنا أحط مثلا قائمة سعادة بثلاثين رقم، وكل يوم يكون تطبيق رقم واحد، ولا مثلا بالويكند أطبق، ولا كيف أطبقها مثلا هذه القائمة؟ كل يوم بنعمل يعني كل يوم بالليل نفتح كده قائمة السعادة بتاعتنا، نبص عليها. أيوة النهاردة طبقت كذا وكذا 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 وكذا، جود. طبقت خمسة، طبقت ستة، لا إيه ده النهاردة عدى اليوم كله وأنا ما طبقتش حاجة، لا أنا لازم أعمل حاجة، مثلا هتفرج على حاجة كوميدية، هقوم أصلي ركعتين، هعمل كذا. يعني لازم أشيك كل يوم إن أنا فعليا طبقت شيء من جوه قائمة السعادة. ده التطبيق الأول. التطبيق الثاني لما أحس بضغط نفسي، أحس بشوية صعوبات وشوية تحديات، على طول ينور في دماغي قائمة السعادة. إيه ده؟ طب أنا أقدر أعمل إيه دلوقتي عشان أحسن من حالتي البزكية؟ فأنا مثلا حصل موقف في الشغل، حصل موقف مع زميل، حصل موقف من ولادي، زعلت من كلمة حد سمعتها من حد، زعلت بشكل عام، حصل موقف كبير، فايه اللي اقدر اعمله؟ مثلا امسك المصحف، هقوم اصلي ركعتين، هتصل بحد عزيز، هعمل كذا. فابدا استخدم قائمه السعاده في التخفيف عن مشاعري السلبيه او عن التحديات اللي بتواجهني في حياتي، وتحسين المزاج العام بتاعي. وبشكل دوري يوميا بتاكد اني اخدت كبسولات السعاده زي الفيتامينات كده. انا اخدت كبسولات السعاده بتاعتي النهارده ولا لا؟ فدي الثلاث استخدامات الأساسية لقائمة السعادة. تمام. في معانا برضو مداخلة من أستاذة دعاء. أستاذة دعاء، السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. أنا حضرتك جت فترة في حياتي كنت بتعالج من الاكتئاب، وبعدها اتغيرت، يعني بقيت بحاول أطور نفسي فعليا، يعني يعني بس بطور نفسي باجتهاد ذاتي، يعني لان مفيش الماده المتوفره ان اخد كورسات او كده يعني. بس الفكره ان انا حاليا بعد 3 سنين، يعني خلاص علاج الاكتئاب وقف، وبعد 3 سنين دخلت في قلق. بس يمكن كنت بواجه افكاري في طول الفتره اللي قبل كده، بس وصلت عند مرحله ابتدى التركيز، وابتدت بقى في تأثيرات على الحياة وعلى الجسم، وابتدت بقى الموضوع يدخل بشكل تاني، فاضطريت ان انا ألجأ للعلاج تاني. وفي نسب في عامل وراثي في الموضوع برضو، الاستعداد النفسي. بس انا اشخاص عايزة اعرف الاكتئاب اللي دلوقتي، عندك انه نوع من انواع الاكتئاب دعاء؟ كان وقتها اكتئاب حد، بس دلوقتي لا، انا دلوقتي قلق بس، يعني الدكتور اتصنف هل قلق، كان يعني مرتبط بحدث معين في حياتك يا دعاء؟ كان مرتبط بارتباط، وانسحاب الارتباط ده من حياتي، طيب فزي صدمة يعني. ايوه كويس بس ممتاز. وعدت الحمد لله المرحلة دي، واتجوزت وخلفت، بس ابتدى يجي لي أفكار القلق يعني. وكنت بواجهها بحتة ان انا لا مش قادرة دلوقتي، طب انا هنزل اتمشى، انا هاخد دش، انا هعمل مش عارفة ايه. ابتديت فعليا اخد حاجات فعلية، بس وصلت للمرحلة ابتديت افقد تركيزي، احس ان دماغي وقفت، مش قادرة افكر خلاص يعني، طيب فلجأت للعلاج. سؤالي دعاء، هو دعاء هل انت قبل ما اخد سؤالك، هل انت يعني العلاج اللي بتاخديه للاكتئاب على مدار السنوات اللي فاتت، هل هو علاج دوائي بس، ولا كنت بتاخدي جلسات علاجية مع الاكتئاب تتعلمي ازاي تتعاملي مع افكارك، وازاي تتعاملي مع حياتك، وازاي تتعاملي مع مرحلة الاكتئاب؟ للأسف في مصر مش متوفر غير علاج دوائي. أنا اللي كنت بسعى، يعني أنا إيه نقط ضعفي، أنا حساسة قوي، طب أنا أشتغل إزاي على النقط دي بحيث إن أنا ما بقاش كده. أنا اتغيرت كتير يعني، يعني الحمد لله الاكتئاب غيرني بشكل، يعني الفترة كانت صعبة بس غيرتني بشكل كويس جدا. بس أنا عايز أعرف، لأن في عامل وراثة، هل
انا هفضل طول حياتي اواجه حاجات من دي يعني، ولا انا لو اتعلمت فعليا وقدرت يعني الاستمرارية على مثلا قائمة السعادة الحاجات دي، هل فعليا ممكن تخليني مش محتاجة للدواء اصلا؟ في دعاء اللي انت بتتكلمي عليه ده اسمه اكتئاب مرحلي. الاكتئاب المرحلي بيبقى مرتبط بحدث، والشخصيات اللي بيبقى عندها فاميلي هيستوري او بيبقى عندها تاريخ مرضي في العيله، الناس عندهم اكتئاب من الاقارب عندك، فهم بيبقوا اكتر عرضه للاكتئاب المرحلي. فالاكتئاب المرحلي من انواع الاكتئاب اللي بتتعالج وبتعدي، والانسان بيعدي وممكن يعدي حياته كلها من غير ما يمر بنوبات اكتئابيه تانيه. العلاج النفسي اللي عند معالج نفسي وليس طبيب نفسي، وفي فرق ما بين الاثنين، بيساعدك جدا جدا لانك تتعاملي، لان كل ومفيش خطه واحده بنديها لكل الناس، لا ده كل واحد بنقعد وله قصته الشخصيه، كل حاله يونيك فريده، وبنحللها شخصيا وبنعلمها ازاي تتعامل مع التحديات الخاصه بيها. فانت يا دعاء عندك تحدياتك الخاصه بيها، والعلاج النفسي في مصر اللي هو اقصد بيه المعالج النفسي وليس الطبيب النفسي متوفرين. حاولي تشوفي انت موجوده في انهي منطقه في مصر، تمام. وهتلاقي ان في انا ممكن اقول لحضرتك انا لجأت اتفضلي. للاستشارية الأسرية بالفعل وساعدتني بشكل كبير، بس الفكرة ان في حاجة لسه ناقصة انا محتاجاها من معالج نفسي فعليا، بس للأسف في مصر اغلب المعالجين النفسيين هم دكاترة بيدوا دواء، يعني ما رحت لحد لا انا عايزة يا اتكلم دعاء، انا عايزه بس اقول واتناقش، للناس على النقطه دي، مش قادرة في فرق، اوصل في لحد. فرق كبير قوي يا دعاء ما بين ان انت تبقي بتدوري على طبيب نفسي وانك تبقي بتدوري على معالج نفسي. معالج نفسي ده يعني دارس صحه نفسيه، دارس طيب ماجستير في الصحه النفسيه، ممكن يبقى الباك جراوند بتاعته طبيه وممكن لا، ودول موجودين متوفرين في مصر، متوفر جدا، متوفرين في كل العالم. المعالج النفسي اللي بتقعدي بالكلام وبالحوار، بنقدر ان احنا بنبقى متابعين مدرسه من مدارس علم النفس، بنبدا ان احنا نوصل معاكي لفين. فاتمنى انك تشوفي فين المكان بتاعك وتتواصلي معايا بعد الورشه، تواصلي مع انجي وتواصلي معايا، وانا ممكن اقول لك مين في المنطقه بتاعتك ممكن يكون مختص يا ريت. بالصحه النفسيه، ونقدر ان احنا نساعدك انك تتوجهي للشخص الصحيح. لكن العلاج الدوائي لوحده لا يكفي، واحيانا العلاج الحواري الكلام لوحده برضه بيكون ما يكفيش، وبنبقى محتاجين ان احنا نتكامل علشان نوصل للصحه النفسيه. مش هتعاني طول عمرك، واللي انت بتتكلمي عنه ده اسمه اكتئاب مرحلي، بياخد وقته وبيروح لو تعاملنا معاه بكفاءه وفاعليه. تمام، متشكرة جدا لحضرتك، شكرا. اهلا وسهلا بك يا العافية، دعاء. اهلا بيك. طب دكتورة، في معانا مداخلة، آخر مداخلة ناخدها ونكمل موضوعنا. معانا من أستاذ ماجد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أستاذ ماجد. دكتور هبة، أنا حابب بس أوضح حاجة، إن علاقة السعادة أصلا في البداية مربوطة بتكوين السعادة في الأسرة في البيت من كل الأب والأم للطفل. الجوهر بتاعي هو الطفل، إنه يكتسب السعادة من جوه البيت فيطلع يتعامل مع المجتمع وهو عنده مفهوم عن السعادة مش محروم منها. كل ما كانت العلاقة بين الأب والأم كويسة كل ما ده كان إحساس كويس للطفل نفسه عن مفهوم معنى السعادة، كل ما كان ده زاد السعادة عند الطفل. دي حاجة. الحاجة التانية، المفروض احنا كناس كبار بقى مش اطفال، ان احنا نكون علشان نكتسب سعادتنا لازم نحس بالرضا اولا في اي مشكله تحصل لنا، اي مصيبه تحصل لنا. الرضا بيوصلني لمرحله الحمد، انا شاكر ربنا الحمد لله، فربنا يبعت لي اللي يعوضني بعد ايه؟ بعد صبر، لان انا مؤمن بايه، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم ابنه مات وزعل، لكن قال كلمه، قال ولا نقول الا ما يرضي ربنا. يرضي الله. خلاص بقى، ده مفهوم السعاده الصح، ان انا اكون راضي بكل حاجه تحصل لي في حياتي، وربنا صحيح. ما بينساش حد ابد وبيعوض، مفيش حزن صحيح جدا. مستمر، لكن احساس الرضا نفسه هو ده اللي بيولد ليا احساس بالسعاده. احساس الرضا ده بيزود علاقتي مع ربنا، كل ما علاقه الانسان زادت مع ربنا كل ما السعاده الداخليه بقت احسن بكتير للشخص.
صحيح جدا. احنا اتكلمنا في البدايه خالص استاذ ماجد، ما اعرفش حضرتك كنت معانا من البدايه ولا لا، اتكلمنا على مفهوم الرضا، واتكلمنا عن الفرق بين الرضا والاستسلام، وقلنا ان بدون الرضا وبدون ان احنا نبقى راضيين عن اقدار ربنا سبحانه وتعالى بينا فينا، فاحنا مش هنقدر نحقق السعاده، لان جزء من السعاده الرضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى وقدره، وجزء من السعاده كمان التفاؤل، لان التفاؤل عقيده، فما ظنكم برب العالمين، نحن نبقى متفائلين بالمستقبل، متفائلين وعندنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى وعوض ربنا سبحانه وتعالى وقدرته وخزائنه التي لا تنفد. فبدون الرضا والتفاؤل فإحنا كده مفهوم السعادة أو منظومة السعادة عندنا هتختل، بخصوص إن الأطفال اللي بينشأوا في بيئة سعيدة يكونوا أكثر سعادة. ففي دراسات وبحوث طبعا بتقول الكلام ده، بتقول ان احنا منبع السعادة بيكون ان البيت يكون متفاهم، عندنا قدرة على حل الخلافات، بنمنح ابنائنا الحب، بنربيهم تربية سوية، لكن ده لا يمنع ان اللي اتربى في بيت ما كانش سعيد لهذه الدرجة هو يقدر يعوض نفسه، وهو مسؤول ومكلف ان هو يبدأ يخلق سعادته الذاتية وينميها. وبرده ما يبقاش، واللي اتربى في بيئة سعيدة ان هو ما يركنش عليهم، هم دول هيفضلوا مصدر سعادتي طول اليوم طول الحياه، هيجي عليا وقت هستقل وانا كمان هرجع ارد لهم السعاده اللي هم اسعدوني بيها، هردها لهم في الكبر، وحتى مش في الكبر هبقى قره عين لهم على مدار الحياه. فدي فعلا مشاركه ثريه جدا استاذ ماجد. طب في سؤال معين عند حضرتك؟ لا يا فندم، شكرا، شكرا جدا. أنا مشاركة استفدت جميلة أستاذة وثرية، جزاك الله خير فعلا على هذه المداخلة، فعلا ذات القيمة العالية، يعني فعلا جزاك الله كل خير خلينا أستاذ ماجد. نتوجه توجهات سليمة في الموضوع. تمام، نرجع لموضوعنا تاني دكتورة هبة، وكنا بنتكلم على المستويات وبدأنا نتكلم عن المستوى الأول، وحضرتك فهمتينا إيه بالظبط اللي بيكون في المستوى الأول. طب أنا هل لازم مني إن أنا أحاول أطلع للمستوى التاني؟ هو واحنا شغالين في مستويات السعاده بنترقى. المستوى الثاني من مستويات السعاده انا هحكي لكم عنه وانتوا شوفوا لازم نطلع ولا مش لازم نطلع. تمام. المستوى الثاني من مستويات السعاده هو مستوى فيه تحدي. يعني ايه فيه تحدي؟ يعني ان انا ابدا ابقى بعمل حاجه معينه، وفي اثناء ما انا بعمل اي عمل، ركزوا في الوصف اللي هوصفه ده عشان كل واحد هيطلع بحاجه بيعملها مختلف عن التاني. انا بعمل حاجه معينه مثلا، زي انا بالنسبه لي زي ان انا موجوده معاكم دلوقتي، فانا في هذه اللحظات الزمن يتقزم ويتنحى جانبا، المشاعر كلها، الاحساس بالزمن، الاحساس بالجوع، بالارهاق، بالتعب، بالصداع، بوجع الظهر، كل المشاعر، بالتوتر، بالقلق، بكل المشاعر بتتقزم وتتنحى جانبا، وتبدأ تستغرق في كامل بكامل كيانك في هذا العمل. خلاص انت لا حاسس انك جعان ولا تعبان ولا مرهق ولا قلقان ولا خايف ولا حتى اكسايتد قوي، يعني حاسس بمشاعر معتدلة جدا، وبكامل كياننا بنستغرق في العمل ده، وبنحس ان الانجازات بتخرج من جوانا من خلالنا بمنتهى السلاسة والبساطة، رغم إن أنا عندي تحدي، والتحديات عمالة تترقى، ولكن أنا عمال أكتسب في مهارات علشان أعدي التحدي ده، ليفل ورا ليفل، ليفل ورا ليفل، ليفل ورا ليفل، فأنا عمالة أكبر وأنا جوه هذا المستوى من مستويات السعادة. نسميه في علم النفس الإيجابي حالة التدفق أو الفلو. حالة من حالات الفلو، التدفق، زي تدفق المية، فتحس بالسلاسة رغم إن في تحديات. مش بقول السلاسة اللي هي البساطة اللي هي حاجة ما فيهاش مجهود، لا، إحنا بنبذل جهد بس بنبدأ نحس إن إحنا تعبنا. أوه إيه ده، أنا بقالي 3 ساعات قاعدة بعمل الحاجة دي، ياه أنا بقالي مش عارفة وقت قد إيه قاعدة معاكم، ده إحنا عدى ساعة من المحاضرة، ده أنا يعني ان احنا نعيش في الان، حد كاتب ان احنا نعيش في الان، ان احنا نعيش في الان بتدفق، يعني نفضل قاعدين جوه حاله معينه او جوه فعل معين، بينغمس الوعي مع الفعل، ما بلاقيش نفسي في وسط الموضوع ده، ايه ده بمسك التليفون وبشوف ايه اللي ورايا، ما بلاقيش نفسي جات لي فكره تانية شتتتني، حس ان بيحصل تركيز
وبيحصل فلو تدفق كده، وبحس ان انا فعلا عماله بعدي حاجه بحاجه. في حد كاتب بيعيش الشغف. هو الشغف عشان نبقى عارفين مش شعور اللي هو شعور عالي قوي، الشغف من المشاعر المتوسطه الهاديه مش زي الحماس. الحماس كثافه شعوريه عاليه، الغضب كثافه شعوريه عاليه، يعني في مشاعر مثلا الانبهار لحد مش الحب. الحب من المشاعر اللي الكثافه الشعوريه بتاعتها متوسطه هاديه، لكن الانبهار بحد ده من الكثافه الشعوريه العاليه. فالشغف بتاعنا، علشان الناس بتتخيل ان الشغف ده فيه لذه غريبه ومتعه وحماس، لا، شغف من المشاعر الهاديه اللي هو حاله التدفق بتاعتنا من المشاعر الهاديه زي الحب الحقيقي العميق، مشاعر هاديه. لان المشاعر اللي كثافتها عاليه صعب تستدام، الانسان ما يقدرش يعيش بمشاعر عاليه قوي تستنفذ طاقته طول الوقت، لا، هو بيحتاج يعيش برتم هادئ من المشاعر. فالحب الحقيقي هادئ، التدفق شعور هادئ، ان احنا بنبقى قاعدين وعمالين بنشتغل وعمالين بننجز. زي واحده كاتب ان هو بنرسم مثلا، زي مثلا انا وانا في المحاضرات فعلا ما بحسش بالوقت، وفعلا بحس ان انا كل مره بتبقى في ثراء اكتر من اللي بعدها. بعد ما بينتهي العمل بحس ان ازاي عدى الوقت، وبحس بعدها بالارهاق. فهو حاله من حالات كده الاتزان النفسي، والشعور اللي بيحصل عندنا شعور بالاشباع، انا حاسه ان انا ساتسفايد، شعور بالرضا، شعور بالاشباع، انا مشبعه من العمل ده، انا محققه حاجه في الدنيا، انا ليا اثر، ليا بصمه. كانت واحده من المداخلات، اعتقد كانت شيماء، كانت بتسال ان انا يعني بتخش جوه الحاله دي لما بتعمل اشغال يدويه لكن زوجها بيحبطها. من مميزات حاله التدفق ان احنا بنقدر نتغلب على التحديات، يعني لما يجي زوجها يحبطها هي بتلاقي نفسها بسلاسه من غير خناق من غير اي حاجه. هو التدفق ده بيقابلنا عقبات، بس العقبات دي لو احنا عايشين حاله تدفق حقيقيه بنلاقي دايما نفسنا بنفكر ازاي نتغلب على العقبه، مش بنفكر في العقبه، مش بنوقف عندها، بنفكر ازاي نتغلب فيها، ازاي اقنع زوجي ان انا فعلا واحده واحده بتطور، ازاي اقنع جوزي ان انا فعلا هقدر ان انا اعمل من المنتج ده، من المنتجات دي حاجه، ازاي انا فعلا هقعد اشتغل على نفسي، ازاي هحط بعض الاعمال بتاعتي في الحضانه وهبدا فعليا ان انا لما تنضج وتبقى صالحه للعرض هعرضها. يعني مثلا ممكن اكون بتدفق وانا بشتغل يدويا لكن انا لسه ما وصلتش للبراعه، فممكن يكون انا محتاجه ناس تدعمني علشان اتعلم، وناس تدعمني بالانجازات الصغيره بتاعتي. ممكن يكون زوجك بيركز اكتر على الاتقان، بيركز اكتر على البراعه، على المنتج العام يبقى شكله ايه، لكن مش بيركز على البيبي ستابس بتاعتك. فعاده اللي بيعيش المستوى الثاني من مستويات السعاده بيبقى عنده استناره، بيبقى عنده ابداع داخلي علشان يتغلب بيه على العقبات. فهي حاله تدفق، حاله من الفلو المستمر اللي احنا واحنا عايشينها بنكون فعليا فعليا بنكون يعني عايشين في فلو وعمالين نترقى للاعلى. عندنا تحديات وعندنا كمان مهارات بتخلينا نتغلب على التحديات دي، يعني كأن عندنا كيرف كده، هنا المهاره وهنا مستوى التحدي. واحنا باستمرار عندنا عماله مهاراتنا تتطور، مهاراتنا حتى مهارات حل المشكلات، يا شيماء لو كنت لسه بتسمعينا، فحتى مهارات حل المشكلات بتبدا ان مثلا الناس مش مؤمنه بيا، الناس بتقول لي كذا، مثلا انا اصلا طبيبه، لما ده تدرس الصحه النفسيه في ناس قالت لي ان لا، ليه تدرسي الصحه النفسيه، ادرسي الطب النفسي. فبس انا كنت عايزه اتعامل مع الصحه النفسيه، فما كنت عندي مهاره اقناع ان انا اثبت الحاجه اللي انا بحبها. احيانا بيبقى عندي فكره جديده وبعض الناس بتبقى لابسه القبعه السوداء بتاعه النقد، فانا ما بروحش ادلهم الفكره الجديده لاصحاب القبعات السوداء، لكن بحاول ان انا احط فكرتي جوه حضانه لغايه لما تكون قادره على مواجهه النقد وبعد كده اطلع بيها. دي مهاره.
دي مهارات حل المشكلات، ازاي اتخطى العقبات، ازاي اتعامل مع النقد، ازاي اتعامل مع كذا، ازاي هطور الجزء ده في التدريب مثلا عندي، ازاي هطور الاستشاره الجديده دي، هتعامل مع مين، دي كلها مهارات. فدايما عندي تحديات، كل تحدي بتنمو قصاده مهاره 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 مهاره، فلاقي نفسي ان انا في حاله الفلو دايما في صعود. بس هل الخط مستقيم كده؟ لا، الخط طالع نازل، لكن هو في نفس الوقت في النهايه في اتجاه الصعود. فلو انا مش يعني بتكسر قدام التحديات، يبقى انا مش عايشه حاله التدفق الحقيقيه. لو انا اتقفل الباب، قفلت الباب، يبقى انا مش هي دي التكايه بتاعتي، ومش هي دي الحاجه بتاعتي، وانا لقيت سبب ان انا ابطلها، ان جوزي اتريق عليا، ان ابويا قال لي لا ما تغيريش التخصص، ان صحابي قالوا لي كده، ان انا عندي رصيد نجاحات ازاي هتخلى عنه واعمل شيفت للكارير بتاعي، او ازاي هعمل كذا، او ازاي هسوي كذا. فلو انا مش الحاجه دي بجد مؤمنه بيها، وما كانتش بتطلع من اعماق اعماقك، فانت مش هتحيد عنها. السؤال المهم هنا واللي يهمني ان انا اعرف رايكم، هل معنى كده ان التدفق بتاعنا لازم يبقى هو المهنه بتاعتنا؟ ولا لا؟ يعني بيحصل لي تدفق في الاستشارات وفي التريننج، فهل انا لازم تبقى دي المهنه بتاعتي ولا لا؟ الأجوبة هنا لا، لا خالص، بالعكس، لا مش ضروري، يفضل طبعا، اوكي لا مش شرط. تمام. هو طبعا الناس اللي بتبقى حاله التدفق بتاعهم بتيجي في مجال العمل، فبيكتسبوا مهاراتهم والتحديات بتاعتهم، وحاله دي كلها مرتبطه بالمهنه. بعد إذنك يا طبعا دكتورة ممكن دول تعيدي السؤال بيكونوا تاني؟ بعد إذنك يا دكتورة ممكن تعيدي السؤال تاني، اوكي. في حد بيطلب معانا هنا إعادة السؤال بعد إذنك. طيب، لو احنا، هل ضروري ان تكون حاله التدفق بتاعنا والابداعات بتاعتنا والحاله اللي احنا اتكلمنا عنها اللي بتتنحى فيها المشاعر واللي بنقدر نتغلب على كل تحدي واللي قاعدين ننمو فيها ونكتسب فيها مهارات وفي نفس الوقت مستمتعين، وهي مشاعر من المشاعر المتوسطه الهاديه الناعمه السلسه اللي بتكون جوانا، بنحس بعدها باشباع، بنحس بعدها براحه، بنحس ان احنا ساتسفايد فيها، هل لازم تكون الحاله دي مرتبطه بوظيفتنا او بمهنتنا ولا مش شرط؟ ده السؤال. بناء على اجاباتكم انتوا قلتوا ان مش شرط، فانا بقول ان صح مش شرط. يعني ممكن يكون انا حاله التدفق بتاعتي يبقى تدفق في المهنه بتاعتي، وممكن تكون حاله التدفق بتاعتي غير مرتبطه بالمهنه. ممكن تكون انا مثلا بتدفق في تربيه الابناء، لكن انا مش مهنتي تربيه الابناء مثلا، يعني مش مدرسه، يعني انا بعمل تعديل سلوك للابناء وحاجات زي كده، بس انا مش مهنتي الاساسيه خاصه بالابناء بتربيه الابناء. بس انا عندي حاله تدفق عاليه وانا بتعامل مع الاطفال والمراهقين والابناء بشكل عام. فممكن يكون انا عندي حاله التدفق دي وبعرف احدد التحديات وبكتسب مهارات وبترقى في تربيه الابناء، لكن انا بشتغل حاجه تانية خالص. بس الفكره ان ساعتها هلاقي ان جزء من دخلي وجزء من حياتي بيروح ناحيه برضه تربيه الابناء، ان انا بتعلم اكتر حوالين تربيه الابناء، ان انا بدرس اكتر وبقرا اكتر، عندي شغف القرايه. في ناس كتير بتسالني بتقول لي يعني هو انا بحب اقرا بس من وقت للتاني بتوقف. يا جماعه القرايه مش حاجه سهله، ولازم عندنا فعلا فضول كفايه علشان نقرا عن موضوع معين. فانا لو اتفرض عليا كتاب معين ممكن ما اقراهوش، بس لو قلتوا لي ان الكتاب ده نظريه جديده في علم النفس ممكن ما انامش الليل غير لما اقراه، افضل قاعده اقرا فيه باستمرار. فدايما الحاجه اللي احنا عندنا فيها بيحصل لنا فيها حاله التدفق، العقبات كلها، ممكن اسافر عشان اتعلم حاجه عن علم النفس، ممكن اتعلم اونلاين، ممكن اتعلم باي لغه، ممكن اعمل مش عارفه ايه، ممكن اتفرج على فيديوهات، ممكن اسهر الليل. فالحاجات اللي تخلينا كل حاجه ممكنه، التحديات كلها انا قدها وهقوم بيها، هنا انتوا لقيتوا نفسكم، راقبوا نفسكم على مدار اليوم، راقبوا نفسكم.
هل بتعيشوا خبرات، دي بنسميها خبرات السعادة الحقيقية. دي حالة التدفق دي احنا بنسميها خبرات السعادة الحقيقية. هل فعلا انتوا بتعيشوا هذه الخبرات؟ هل بتعيشوا خبرات السعادة الحقيقية؟ هل عندكم حاجة في حياتكم احنا عايشين للحاجة دي، انا ممكن ادرسها في الجامعة وممكن اتعامل بيها كل يوم وممكن اشتغل فيها كل يوم، ممكن ادي دورات باستمرار واعمل استشارات باستمرار وابقى جوه مجال الشغل بتاعي واربي الاطفال كل يوم واعمل كذا، ولو بتقابلني تحديات بتجنبها وما بحسش بالوقت وانا بعمل الحاجة دي، مشاعري كلها بتتنحى جامد، ما ببداش احس بالالم غير لما انتبه بقى ان انا ممكن ركبتي توجعني وانا شايله بتاع التقيل ده، لكن انا مش هحس بوجع ركبتي غير بعد ما اخلص. فيعني الحاله دي بتعيشوها مع ايه؟ عارفين خبرات السعاده الحقيقيه بتاعتكم؟ مين من الناس الحضور عايش خبرات الحياه السعاده الحقيقيه دي، او اللي بنسميها حاله التدفق؟ هنحط السؤال دلوقتي في التصويت، هل أنت قادر أن تحدد خبرات السعادة الحقيقية في حياتك؟ وأتمنى من الجميع التصويت عشان نقدر نوصل. بالنسبة للتصويت على السؤال الأول عن قائمة السعادة، كان نسبة 51% نعم و49% لا. وهنا يا دكتورة في معانا أسئلة، في سؤال جالنا بيقول ليه شغف الإنسان تجاه شيء ممكن يقل فجأة بطريقة صعبة جدا، فهل في طريقة أقدر أحافظ على الشغف ده اتجاه الحاجة المعينة دي ولا لا؟ هو في حاجتين، خليني بس على ستوب شيرنج علشان تمام. هو في حاجتين في الحقيقة اللي بيخلونا الشغف بتاعنا يقل. الحاجة الأولانية ممكن تكون متعلقة، فاكرين لما كنت بكلمكم في البداية كنت بقول لكم الحالة المزاجية العامة بتحكم توجهاتنا في السعادة. أحيانا بيبقى حصل عندنا اضطراب في الحالة المزاجية العامة. يعني إيه؟ يعني إيه اضطراب في الحالة المزاجية العامة؟ يعني إن مثلا أنا بمر بحالة اكتئابية شوية، أنا مضطربة شوية، فأبدأ أفقد شغفي للحاجات اللي أنا كنت شغوفة عليها، بمر بأزمة نفسية محتاجة صلابة نفسية، واحنا عندنا اتكلمنا في بداية السنة عن الصلابة النفسية كمفهوم من مفاهيم علم النفس الوجودي. فلو انا فقدت صلابتي النفسية وبقى عندي شوية هشاشة نفسية، او كنت عرضة لاضطراب نفسي، او بمر بأزمة او بمر باضطراب، بيصاحبه احيانا فتور عام في كل الرغبات، في كل الاشياء، في كل الشهوات، في كل حتى خبرات السعاده الحقيقيه او حالات التدفق والشغف اللي موجود عندي. ده سبب. السبب الثاني المهم هو ان انا بتغير، بنمو. ممكن حاجه انا كنت شغوفه بيها او قوي قوي قوي، وبعدين يبدا خبرات التدفق عندي في المجال ده تبدا تقل وتبدا تتحول لمجال تاني. فلما يبدا يحصل عندي الفتور ده اعرف ان الباب اللي بيتقفل بيتفتح قصاده ابواب تانيه. يبقى انا دلوقتي جاي لي رسائل بتقول لي ان انت حاله التدفق بتاعتك، خلي بالك انتبهي، حاله التدفق بتاعتك رايحه في اتجاه تاني، روحي معاها، دوري عليها، لازم تعيشي خبرات جديده، لازم تكتشفي نفسك من جديد. ليه؟ لان اللي انا كنت شغوفه بيه بدا يتطفى. حاله التدفق بتاعتي بدور عليها مش لاقياها. بدخل قاعه التدريب مش لاقياني، بدور هنا مش لاقياني، الحاجات اللي كانت اللي كنت حطاها ضمن خبرات التدفق بتاعتي. انتوا عندكم 48% من الناس بيقولوا لا مش عارفين خبرات السعاده بتاعتهم، في 52% بيقولوا عارفين خبرات التدفق بتاعتنا. 52 دول او 53 دلوقتي دول، هل بتتغير؟ هل حاجه كنا شغوفين بيها قوي وبعد كده بدات تقل وبدا يبقى يتحول الاتجاه بتاعنا؟ كتير مننا حصل معاه كده ان هو يغير المسار بتاعه، يبدا يكتشف نفسه من جديد، ويبدا كل فتره مرحله نسميهم المتجددون اللي هم بيجددوا خبرات السعاده بتاعتهم. وفي ناس بيكونوا اسمهم المستمرون، اللي هم ناس بيكونوا هي خبره سعاده بتمتد معاهم لغايه اخر العمر وتحقق لهم ما يسمى باستدامه الانسان.
اللي هو انا لغايه استدامه الانسان دي المفروض ان كلنا نبقى بنسعى لها، واستدامه الانسان ما بتجيش غير من خبرات السعاده الحقيقيه والمستوى الثالث من مستويات السعاده اللي هكلمكم عنه بعد شويه، اللي هو انا ليه حياتي لها هدف، فيها رساله، انا حياتي في حاجه معينه انا عايشه علشانها، والحاجه دي فعلا انا عماله بترقى فيها، انا فعلا بدات اادي وظيفتي في خلافه الارض، انا في حاجه ربنا سبحانه وتعالى اودعها جوايا وبدات اكتشفها، وفي حاجات خارجيه بتجذبني، المغناطيس بتاعي بدا يتفعل ناحيه حاجات معينه، داخلي مغناطيس وداخلي محركات داخليه اللي هي الدوافع بتدفعني، وفي عندي مغناطيس، المغناطيس ده بيخليني انجذب ناحيه خبرات بعينها دون الاخرى، دي اللي بنسميها خبرات السعاده او حالات التدفق، خبرات بمارسها وبلاقي ان هي دي اللي انا كنت عايزاها، او هي دي اللي بتحقق السعاده بتاعتي. في ناس لما بتعيش خبرات السعاده دي وتزيد عندنا حصيله خبرات السعاده، وده السر في استدامه الانسان. يعني ايه استدامه الانسان؟ يعني انا لغايه اخر لحظه في عمري قادر على العطاء، انا لغايه اخر لحظه في عمري عندي موارد متجدده، يمكن النهارده بخدم ولادي وبشيلهم وبحطهم وبودي ده المستشفى وبعمل كذا، بكره ولادي كبروا وبقوا هم اللي بيساعدوني وبدات اهتم بيهم فكريا ونفسيا، وبداوا يبقوا كاصدقاء ليا، في نفس الوقت بقوم بدوري كأم وبقوم بدوري كزوجه وبقوم بدوري كابنه، ادواري بتتغير في الحياه، بس انا عندي مكامن قوه اساسيه، ومرة إن شاء الله أكلمكم عن مكامن القوة، عندي مكامن قوة أساسية بتمتد معايا مهما اختلفت أدواري، بتجيلي في وقت الأزمات وتنقذني، وألاقي نفسي عندي تولز أو عندي صندوق أدوات بقدر إن أنا أستخدمه باستمرار نابع من جوايا. فالحالات التدفق دي حالات داخلية كده، المغناطيس بتاعنا الداخلي بينجذب لخبرات حياتية، ممكن تكون نقضي حياتنا كلها في نفس المجال، وممكن نكون بنتنوع وبنتسع علشان ندخل مجالات أخرى في حياتنا. أنا سعيدة جدا إن في حوالي 53% من الناس 29 شخص بيتكلموا إن هم قادرين يحددوا خبرات السعادة الحقيقية عندهم في الحياة، أو حالة التدفق الحقيقية عندهم في الحياة، ودي حاجة جيدة جدا، وأتمنى إن هم تبقى برضو كمان متنوعة. يعني ممكن أنا مثلا داخل قاعة التدريب، ممكن في الاستشارات، ممكن أحيانا لما بعمل إنجازات، لما بدير مشروع كبير بكفاءة، ممكن وأنا بربي ولادي، ممكن في علاقات إنسانية، في دعم الآخرين ومساعدتهم، ففي حاجات كتير بنحقق فيها خبرات السعادة بتاعتنا. أتمنى إن اللي ما عندهوش experiences أو خبرات سعادة كافية إن هو يبدأ يراقب، لأن ممكن يكون عنده بس هو لسه ما رصدهاش، لما يرصدها هيشتغل عليها أكتر وهيلاقي نفسه إن هو قادر يكمل فيها أكتر وأكتر. في مداخلة معانا يا دكتورة، اتفضلي. ناخد مداخلة معانا، اتفضلي. أستاذة ريم مصطفى، السلام عليكم أستاذة ريم مصطفى. وعليكم السلام، ازيك يا أستاذة ريم؟ ازيك يا دكتور بهبة؟ ازيك عاملة ايه؟ أنا كنت عايز أسألك يا دكتور عن حاجة. يعني أنا مثلا حالة التدفق دي أنا عايشاها مع كذا حاجة، مش حاجة واحدة. مثلا الرسم، بحب أوي أرسم بس بياخد وقت كتير، فابتديت أوقفه. بعد كده لقيت نفسي عايزة أتعلم هوايات جديدة، فابتديت أتعلم رياضة جديدة. بعد كده مستمرة في الرياضة، وبعد كده اتعلمت مثلا، يعني الهدف أصلا مش إن أنا أبقى جسمي رياضي أو إن أنا أدخل بطولات ولا أي كلام ده، بس أنا حاسة عندي باشن لكذا حاجة، فانا حاسه اني تايهه. مثلا الطب النفسي عجبني جدا، خدت 50,000 كورس، بعمل شهاده دلوقتي، فحاسه اني تايهه. ريم انت عندك كام سنه؟ عندي 37. طيب بصي يا ريم، دي اسمها خبرات متنوعه في مجالات مختلفه، بس ممكن يكون واحد من نقاط القوه او مكامن القوه بتاعتك الفضول المعرفي، ان انت من الناس اللي بتحبي تعرفي الأشياء كلها، بس هتلاقي في مجال من المجالات استمريتي فيها. انت مثلا قلتي الطب النفسي أو الصحة النفسية، الطب نفسه ملوش مجال للدراسة غير الطب، لكن الصحة النفسية ممكن تكوني خدتي 50,000 كورس وبتكملي دراسة مثلا في المجال ده، إلا لو كنت أصلا طبيبة يعني. فالحاجة اللي انت
عندك استعداد تستمري فيها، ومهما قابلتك من تحديات بتلاقي نفسك قد التحدي وحواجه التحدي وهتكون اقوى كمان من التحدي، والامور بتمر معاكي بسلاسه، فدي الخبره الحياتيه المثلى عندك. لكن ده لا يمنع ان الواحد بيكون عنده هوايات وعنده مواهب وعنده اشياء تانية بتكون ضمن قائمه السعاده بتاعته، ان انا بتبسط لما ارسم، لكن انا مش بتغلب على التحديات بتاعت الرسم، ومش بتعلم اكتر، ومش ببذل مجهود كبير، ومش بحس ان انا خلاص تحولت الى يعني رسامه مشهوره في نفسي، لا بحب ارسم اوكي، لكن انا بستمتع بالصحه النفسيه. ايوه وحتى لقيت نفسي ان انا مثلا تربيه الابناء ده داخل تحت الصحه النفسيه، وان انا صح بدايه ان انا بدات ادور على تربيه الابناء، ان انا قابلت صعوبات وانا بربي ولادي، فبدات ادور وانا كنت لسه طالبه في الكليه، بدات ادور على حاجات معينه في الصحه النفسيه. انا ان انا بصراحة الموضوع اتفضلي ابتدى معايا بالعكس، يعني انا ما كنتش واخدة بالي ان انا ممكن اكون بدلع ولادي قوي فبأذيهم. لا، انا ابتديت بنفسي الاول عشان اطلع ولادي سلام نفسيا وبيتي يعني تمام، قلت اشتغل على نفسي انا الاول. ممتاز ممتاز. فانت هتلاقي ان في هوايات عندنا متنوعه، وفي حاله تدفق بتحصل في مكان معين، حاله التدفق مرتبطه بتحدي وانجاز. فنظام المكافئات اللي في المخ اللي اتكلمنا عنه في طاحونه السعاده ما بيعرفش يقف. ليه؟ لان على طول في تحديات، في مهارات. شفتوا الكيرف اللي كنت رسمه لكم؟ فالكيرف ده عمال يعلى عمال يعلى عمال يعلى، فالدوبامين عمال ينزل في دماغنا باستمرار مع الترقي بتاعنا في اللي احنا بنعمله، واكتسبنا المهارات جديده واستخدمنا لهذه المهارات والخروج بانجازات، فعلى طول نظام المكافئات في المخ بتاعنا نشط، فده اللي بيخلينا نستمر. لكن لو احنا وقفنا عند تحدي وما كملناش، فنظام المكافئات اتعطل في المخ، فذهبنا في الحاجة دي وبعدين انتقلنا لحاجة تانية نشط فيها نظام المكافآت، وهكذا. لو بدخل ومش بكمل أي حاجة، أنت في مرحلة الاكتشاف أو أنت في مرحلة الاكتشاف. لو بنكتشف، يا إما إحنا ما عندناش المثابرة، لأن المثابرة دي حاجة من المهارات المكتسبة برضو يا جماعة، إن إحنا يكون عندنا مثابرة علشان ندخل جوه خبرة السعادة. وعندنا مفاهيم مغلوطه، متخيلين السعاده هتجي لنا واحنا قاعدين حاطين رجل على رجل، او ان السعاده دي يعني استمتاع. هو في حد هيجتهد في الاستمتاع؟ واحنا كمان مطلوب مننا نشتغل عشان نستمتع؟ ده هو انت هتستمتع لما تشتغل حاجه انت بتحبها صح وشاطر فيها. هتلاقي نفسك عايز تكتسب معلومات، تكتسب مهارات، عايز تطور من نفسك، عايز تأدي، عايز تعمل، وتحس ان الدوبامين شغال في دماغنا اكتر واكتر واكتر، بيزقنا محركاتنا الداخلية. ونظام المكافآت عندنا بيخلي بيحارب التسويف، وبيحارب التشتت اللي بيحصل عندنا، بيزود عندنا التركيز. بس ده لا يمنع ان السعادة الحقيقية او المستوى الثاني من السعادة محتاج مثابرة، محتاج ان احنا نوقف التسويف. تمام، ناخد في مداخلة كمان معانا. مداخلة مهمة قوي من مروة، هاخد المداخلة معاكي يا ريم. في مداخلة مهمة قوي من مروة بتقول ان احنا بنبسط الحاجة. هو ده فعلا بيحصل في حالة التدفق، ده حاجة اسمها تبسيط الإجراءات، يعني اوتوماتيكالي كده. يعني مثلا الناس تقول لي ازاي عملتي كده، فاقول لهم دي بسيطة قوي، بتتعمل كده 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 كده. واحدة عندها تدفق مثلا في المطبخ، تقول لها ازاي عملتي الاكله دي، يعني تبقى مستغربه هو ايه ازاي، يعني بسيطه قوي. فتبسيط الاجراءات دي من سمات ان انا جوه حاله التضخم. اتفضلي يا استاذه ريم، تمام. عذرا عن المقاطعه. في معانا استاذه شيماء. الو، السلام عليكم استاذه شيماء. الو، استاذه شيماء، ايوه حضرتك ارجعي. سامعني؟ ايوه ايوه تمام، سامعينك، اتفضلي. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا اولا وسهلا. محتاجة بس حضرتك تدعي لي عشان انا في حالة عزل دلوقتي، و ربنا يدعيك يا حبيبتي، ربنا يقومك هنمشي بالعافية منك. والسلام ان شاء الله. اللهم امين. بس حضرتك انا عايزة اعرف ازاي اكافئ نفسي. يعني حضرتك قلت كلمة حلوة قوي، ان احنا عقلنا لما بيحس ان احنا مش بنكافئه او بنكافئ شخصي، انا بحس بحالة سكوت كده فعلا.
أنا الشغف بالنسبة لي أنا مدرسة رياض أطفال، تمام؟ بعشق الأطفال جدا، بحبهم أوي، ومعايا فريدة 3 سنين برضو، بحاول بقدر الإمكان إن أنا أربيها تربية سوية وشخص سوي، بس وباخد برضو كورسات كتير عن الأطفال، لأني أنا مش يعني الشهادة بتاعتي بكالوريوس تجارة، فأنا دلوقتي مقدمة على دبلومة رياض أطفال. حضرتك كنت يعني بصي كنت بسعى بقدر الإمكان إن أنا أجيب فلوسها وأخدها، وهي دي أمنية حياتي وهو ده هدفي ومش عارفة إيه. حضرت أول محاضرتين تلاتة وإيس فجأة لقيت نفسي بقى إيه، لأ بس بنام بحس إن ضميري بيأنبني، بيعدي عليا محاضرة 2 3 10 دلوقتي عليا قد كده، لا عارفة واقفة في نص الطريق، بفضل أبص في المراية وأقول أنا أستطيع، أنت قوية، أنا قوية بربنا، أيوة أنا لازم أسعى، أنا بدي نفسي حاجات تحفيزية كتير قوي، بس مش بعرف في نفس الوقت برضو تبقى الطاقة موجودة. باجي برضو أمسك دلوقتي يعني أنا في حالة العزل كده أقول أنا هشغل فيديو وأسمعه وهتسلى برضو هاخد ثواب على كده، أسمع أشغل فيديو من هنا أنام زي القردة مش عارفة ليه، مع إني ممكن أبقى صاحية يعني مش عايزة أنام، بس بلاقي نفسي نمت، بلاقي نفسي سرحت. خليني اسالك سؤال يا شيماء، هو انت بجد بجد هتشبعي شغفك بالدبلومه اللي انت بتاخديها، ولا انت لما دخلتي الدبلومه اتصدمتي ان في كم نظري كبير، انا مش عايزه اعرف ده، انا كان عندي حاجات تانية عايزه اعرفها، عايزه حاجات عمليه اكتر او مهنيه اكتر، لان المشكله دي بتواجه ناس كتير قوي، ان هو بيبقى بيجري فعلا ورا حاله التدفق، وفعلا هدفه هو الشغف، بس الطريق اللي هو ماشي فيه مش مناسب لشخصيته. يعني في دراسات تمام اكاديميه وفي دراسات مهنيه، في مثلا حاجه التريبل بي او التربيه الايجابيه او التربيه بالانضباط الايجابي، مناهج عمليه تدريبيه في ناس بتبرع فيها، في حين ان مثلا الدراسات الاكاديميه يحسوا لا هو مش هو ده اللي انا كنت متخيله ان انا هدرسه لما اخد الدبلومه بتاعت رياض الاطفال. تمام انت ايه بقى فيهم؟ يعني لا انت بالعكس يا دكتور، هو كسل ده ولا المعلومات الموجوده مش هي دي اللي انا كنت لا عايزاها؟ المعلومات تمام والله وجاية في وقتها جدا، بتعرفك ازاي تشرحي للأطفال، أنا عندي الحمد لله الكاريزما دي، بس قلت يعني برضو لازم أخد تستهيها يعني. شهادة. اه فقوليلي حضرتك يعني أنا كافئ نفسي ازاي دلوقتي، واول أكافئ حاجه لازم تعلمي نفسك الانضباط، هتكافئي نفسك على ايه؟ ما انت لازم تنجزي حاجه عشان تكافئي نفسك عليها، فلازم اه تعلمي نفسك الانضباط، حطي اهداف صغيره وامشي بيبي ستيبس، خطوات صغيره قوي صغنونه كده، مثلا تمام انا لو قريت المحاضره دي ولخصت كذا انا مثلا هكافئ نفسي بحاجه بحبها، ايا كان بقى الحاجه اللي بتحبيها دي، هتفرج على حاجة لطيفة، هقضي وقت لطيف مع الولاد من غير ما أحس بالذنب، هعمل هقرا حاجة أنا بحبها، هخرج شوية مثلا بعد طبعا ما تخلصي فترة العزل بسلامة، هعمل كذا، فحطي لنفسك قائمة من المكافآت وحطي لنفسك إنجازات معينة، ممكن يكون بينقصك المثابرة ودي مهارة بتكتسب وبتتعلم، إن إحنا واحدة واحدة نبدأ نشتغل على الكلام ده. الحاجه الثانيه ان انت حددي وقت، انا مطلوب مني ان انا مثلا اقعد مثلا في الاسبوع 7 ساعات، في الاسبوع 10 ساعات، هقسمهم ازاي؟ يوم ساعتين ويوم ساعه ونص، لكن انت مش عارفه امتى هتذاكري، بتبقي حاسه بالذنب 24 ساعه، ايوه فعلا لكن لما بتبقي محدده وقت معين هو ده اللي بيساعدك انك يبقى عندك مهاره المثابره، ان يكون عندك وقت معين وعندك تاسك معين او مهمة معينة لازم تنجزيها، وقصاد الوقت والمهمة دول هتكافئي نفسك بحاجة صغيرة تعمليها، ممكن يكون المكافأة إن أنا هقضي بقية اليوم من غير ما أحس بالذنب. صح يا دكتور ده في حد صح ذاته ممكن يكون مكافأة، فلما تتكرر وجهاز المكافآت عندك في الدماغ يبدأ يشتغل مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة، هتلاقي نفسك بدأتي تنجزي. دوري على حد بيدرس معاكي ورتبوا مع بعض، نسقوا مع بعض، اشرحوا لبعض، اتكلموا مع بعض، خشوا مع بعض زوم، دوائر الدعم مهمة جدا علشان ننجز الأعمال الصعبة، التحديات اللي جوه حالة التدفق بتاعتنا أحيانا بتحتاج مننا لتفكير إبداعي علشان نقدر إن احنا ننجزها. تمام يا دكتور تسلمي لي تسلمي يا شيماء، ربنا يوفقك وتخلصي الدبلومة بتاعتك على خير، وأجر وعافية إن شاء الله تخرجي من العزل بإذن الله، وتقومي أنا بصحة وربنا بسلام يخليكي عليك لبنتك ربنا يشفيها يا دكتور وينفع يا بيكي رب الأطفال كلهم.
امين يا رب يا دكتور، تسلمي لي. اللهم امين. السلام عليكم. ناخد، وعليكم السلام ورحمه الله. ناخد مداخله كمان يا دكتوره. اتفضلي. معانا استاذه داليا. السلام عليكم استاذه داليا، اتفضلي. الو. ايوه الصوت كده تمام؟ تمام يا داليا. اهلا بيكي يا دكتوره. انا سؤالي، انا يا دكتوره دايما بحس بتأنيب الضمير طول الوقت، احس بتأنيب الضمير، ومهما عملت مهما انجزت اقعد اقوم قايله لا ده انت المفروض تعملي احسن، انت المفروض تدي اكتر، رغم ان الناس تشوفني ان انا ناجحه ويقعدوا يقولوا لي ما شاء الله شغلك جميل، بس طول الوقت افضل يعني بضغط نفسي. داليا انت وانت صغيره كنت بتتعرضي للنقد كتير؟ يا جدا جدا جدا، مش متخيله. هو ده انا السبب. هو ده السبب. هو ده السبب فعلا. هو ده السبب ان ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل ان دماغك بدأ يحسسك بعدم الكفاءه مهما عملتي من انجازات. دماغك بيكذب عليكي، بيقول لك انك انت غير كفء، لانك انت دماغك اتبرمج ان انت اقل كفاءه باستمرار بتتعرضي للنقد. فمجرد ان انت تبداي تقولي لدماغك لا انا كفايه، انا عملت اللي عليا، ده احساس وهمي بالذنب، انا فعلا حققت ما عليا. انا زمان كان كتير بنتقد بس انا بعمل اللي عليا، انا برضي ربنا سبحانه وتعالى، وانا ساتسفايد عن نفسي، انا راضيه عن نفسي، راضيه عنك يا رب طبعا قبل كل حاجه، بعونك يا رب، وتسلمي الحاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تعلقي نفسك بآراء الناس، ولا تقعدي تحسي بالذنب، لازم توقفي الفكرتين دول. بضغط نفسي جدا، يا نهار ابيض عليا. تعرضتي للنقد بشدة ايوه فعلا صغير. ايوه فعلا. طيب في حاجه تانية برضو عندي بتضايقني جدا، ان انا مش بسامح نفسي. يعني ايه؟ لما اعمل طول الوقت بيبقى عندي اللي هو ايه، لو حصل حاجه برضو هي نفس الفكره تحت بتتعاقبي، بتنتقدي وبتعاقبي، فانت على طول بتشغلها مكمله. انت بصي مش متصالحه مع الماضي، فده بيعطل السعاده. احنا طب قلنا ان الرضا والتصالح مع الماضي، التصالح مع الماضي ان اهلنا كانوا بيعملوا افضل ما يستطيعون، بس احيانا هم بشر بيصيبوا ويخطئوا، فعادي جدا عملوا معانا ممارسات غلط، واحنا بنعمل ممارسات غلط مع اولادنا. كل بيجتهد ان هو يقلل الغلط ويقلل الاثر الاخطاء اللي هو عملها. احنا كبرنا، انتقدنا كتير واحنا صغيرين، خلاص ستوب، انا وانا على قد التحدي. هقول لك حاجه برضو من الطرق الظريفه اللي ممكن ان احنا نعملها، النقد. حاولي ترسمي النقد، تتخيليه في شكل معين وترسميه، مثلا ترسميه على اناء مثلا، وقع انا في الرسم بصراحه يعني ما حدش يتريق عليا، وحطي جوه الاناء ده، دي الانتقادات اللي انت انتقدتيها، وبعد كده قولي ان الانتقادات دي كلها غلط. ده اتكلمي مثلا، ده قولي ان الانتقادات دي غلط، بالعكس انا بجتهد، مجتهده، انا عملت اللي عليا، انا مبتكره، ابتكرت حاجه جديده في الحاجه دي. يعني ابداي بددي النقد اللي موجود عندك عشان تقللي الاحساس بالذنب. انت اللي عندك ده دي خبرات ماضي متراكمه، هي اللي بتوصلك للحاجه دي. مأثر طبعا، مأثر. انت عليكي الدور، على فكره، ان حتى لو اخطأ اهلنا في التعامل معانا، فاحنا دورنا ان احنا نصلح الاخطاء دي مع نفسنا. أيوة. ما عندناش اكسكيوز، احنا مسؤولين عن نفسنا، احنا كبار كفايه. ميرسي يا دكتوره، ميرسي جدا. اهلا وسهلا بيك يا داليا. اهلا دكتورة. أنا جه هنا على بالي سؤال، طب ما هو ممكن في بعض النقد يكون في نقد بناء، يعني ممكن يكون فعلا حد بيوجهني لحاجة ممكن تكون فعلا عيب فيا، إزاي أقدر أفرق بقى إن أنا بعد النقد اللي هو يهدمني أو أخد النقد اللي ينفعني؟ هو أول حاجة لو لازم أبقى بتقبل النقد لما يبقى عندي ثقة في ذاتي. ما هو انا عندي ثقه في ذاتي، وانتوا جيتوا مثلا دلوقتي وقلتوا لي لا انت ما اديتناش حاجه عن السعاده النهارده. فبمنتهى البساطه هبدا افكر، وانا فعلا ما اديتكوش حاجه عن السعاده النهارده، وانا فعلا قصرت،
فلو انا بستقبل الكلام بمنطق ومش بستقبل الكلام النقد بانفعال قوي، يعني مش بقول ان الانسان يستقبل النقد بدون ما يتألم، من غير ما يتوجع، من غير ما يحس. احنا مش ميكانيك، احنا مش يعني مش اجهزه الكترونيه، احنا بشر عندنا مشاعر. في حد مجرد ما تنتقديه بصي تلاقيه راح رادد بهجوم، او راح رادد بدفاع، او راح على طول معيط، حساس جدا للنقد. الشخصيات دي هي لسه مش ناضجه كفايه لتقبل النقد. لكن لو انا بدات اسمع النقد واشغل اعمل رابط ما بين قلبي وعقلي، ابدا ابص كده شويه، هو انا فعلا قصرت في حاجه؟ والكلام اللي مكتوب ده حقيقي؟ هو اللي قاله لي زوجي ده طبيعي؟ هو اللي مديري قاله لي ده حصل ولا لا؟ وانا بدات افهم اللي قدامي، ده على فكره انت قيمت الموقف غلط، الحقيقه اللي حصل واحد اتنين تلاته. فلما ابدا اشتغل واحده واحده بالطريقه دي، هبدا فعلا اقيم النقد اللي بيتقالي. الناس الايجابيين بيستقبلوا النقد وبيبداوا يحللوه، وعندهم القدره ان هم يردوا على الناقد بالايجاب والسلب. يعني مثلا كل عام وانتم طيبين، بمناسبه رمضان السنه اللي فاتت كنت عامله لقاء عن رمضان والاولاد، وقلت في اللقاء مثلا ان المشاعر المصاحبه للعباده في مرحله الطفوله المبكره، يعني لغايه سن 8 سنين، المشاعر المصاحبه للعباده اهم من العباده نفسها. يعني انا في مرحله الطفوله المبكره ابني عنده 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، انا عايزه انمي شعوره برمضان، البهجه ان هو مستقبل رمضان، الفوانيس والزينه والانوار والهديه والكذا، ان انا اجي قبل الفطار واخليه يصوم معانا ولو ساعه، لو كان صغير قوي ساعتين ثلاثه على حسب سنه، ويفطر في نفس الوقت بتاعنا، مش عايزه اخلص بغديه واخلص منه، مش مهم يفطر معانا. فانا بلعب على منطقه المشاعر، ان انا اربطه بالمشاعر بشكل كويس. لما حطيت الفيديو فجالي نقد لطيف جدا على الخاص، بس انا بقوله دلوقتي على العام، قال لي ان حضرتك قلتي في الفيديو ان المشاعر المصاحبه للعباده اهم من العباده في مرحله الطفوله المبكره، انا كنت محدده، والسؤال والنقد كان محدد، فقال لي انا شايف ان العباره دي غير لائقه. فقلت له معاك حق، انا كان حقي اقول ان المشاعر المصاحبه للعباده على نفس القدر من اهميه العباده نفسها، لكن صعب ان انا اعلي المشاعر على العباده، انت معاك حق. وانا فعلا حسيت ان هو معاه حق. فا اتس اوكي، انا ممكن اتقبل، يعني انا كنت عايزه اوصل للاهل ان اربطوا ولادكم عاطفيا برمضان قبل ما تلزموهم بالصيام وتثقلوهم بيه، مش عايزاه يحس ان الصيام حاجه تقيله، او ان رمضان في حد ذاته حاجه تقيله عليه. لا، حببوهم يا جماعه في العبادات، حببوهم في رمضان، وربطوهم عاطفيا ووجدانيا. فممكن من كتر ما كنت متحمسه للفكره حني التعبير. فايتس اوكي ان انا اقبل النقد واصلح من نفسي، لانه نقد بناء في محله. كان حقي اقول ان ال هحط لكم رابط الفيديو، كان حقي اقول ان المشاعر المرتبطه بالعبادات على نفس القدر من اهميه العباده، وليست اهم من العبادات. في فيديوز، في حد سأل على موضوع رمضان، في فيديوز ممكن تدخلوا على اليوتيوب شانل بتاعت هبه شركس، وهتلاقوا ان في اكتر من فيديو بيتكلم عن رمضان. اتفضلي يا استاذه. تمام. في سؤال بيقول انا ابني عنده 10 سنين اتشخص من دكتور نفسي ان عنده اكتئاب وتشتت انتباه، وادالها دواء هي خافت تديهوله، بيجيله نوبات بكاء بدون سبب عنيف مع اخواته، بدأت توديه يلعب رياضة، هي حاسة انه بيتحسن الحمد لله. في حاجة ممكن تعملها تاني؟ وهل صح انها ما ادتلوش الدواء اللي طلبه منها الدكتور؟ عزيزتي، لو انت ابنك متشخص ان هو عنده اكتئاب وتشتت انتباه، هم حاجتين ما لهمش علاقه ببعض قوي، بس لو انت شاكه في التشخيص فانا بسالك، بقول لك راجعي طبيب نفسي اطفال تاني، روحي لاكثر من طبيب وشوفي التشخيصات بتاعتهم، واسالي التشخيصات بناء على ايه، وشوفي الادويه اللي هم كاتبينها، يعني لغايه لما تتيقني من حاله ابنك. لكن لو ابنك بيعاني من اكتئاب وهو طفل وكان محتاج لعلاج دوائي، تأخرتي ده ممكن يزود الحالة.
فبلاش ان احنا نهمل العلاج النفسي، العلاج النفسي ضرورة، بس المهم ان احنا ممكن لو قلقنا من التشخيص او حسينا ان التشخيص ده مش منطبق على ابني، لان كلنا بداية الاضطرابات النفسية كل ذوي اللي عنده اضطرابات نفسية بينكره، بنمر بمرحلة الإنكار. فده مرحلة طبيعية، ان احنا مش عايزين ان احبابنا يعانوا نفسيا. فخلينا في البداية، يعني حتى انا لو حد من اقاربي عانى نفسيا بحاول اقول لا لا دي وعكة بسيطة وهيقوم منها، حتى انا بمر بمرحلة الإنكار بس بسرعة بعديها. لا خلينا نشوف نعرضه على حد تاني غيري بعيد عني. فلو ما اقتنعتيش برأي دكتور روحي لدكتور تاني ودكتور تالت لغاية لما تحسي انك فعلا مقتنعة، او ان الدكتور هو اللي ينفيلك اذا كان هو مريض نفسيا ولا لا. لكن انا على الهوى من شوية مواصفات انتي بتقوليها هيكون صعب اشخص حاجة اذا كانت مضطرب نفسيا ولا لا. ده من اداب المهنة او الكود اوف اثكس ان احنا ما بنشخصش بالطريقة دي طبعا. فنصيحتي ليكي اعرضيه على اكتر من دكتور لغاية لما توصلي لنتيجة. طب يا دكتورة، هو لو حد اتعرض لوعكة نفسية والدكتور اداله علاج ودخل الدواء معاه وبدأ مثلا يتحسن أو أي حاجة، لو جه فجأة محتاج إن هو يبطل العلاج، هل حقيقي إن أصل في بتشاع إن وانس إنه أخد أدوية نفسية خلاص مستحيل يبطلها، ولا في ما مجال لا يبطلها يا لا دكتورة؟ والله دي من الاشاعات، اشاعات كل دي اشاعات. الادويه الامراض النفسيه زيها زي الامراض العضويه، في انواع منها مزمنه وفي انواع من الامراض النفسيه امراض عابره. يعني ايه؟ يعني مثلا اللي عنده مريض السكر ربنا يعافينا ويعافيكم، ما يا رب ينفعش يا رب. يجي فجاه ويوقف العلاج ويقول اصل انا خفيت. لا ده مرض مزمن فلازم يفضل على العلاج بتاع السكري على طول. ففي امراض نفسيه مزمنه، وفي امراض في مثلا جالي التهاب في الحلق وخدت مضاد حيوي، هفضل اخد المضاد الحيوي طول عمري؟ لا ده هو أكيد لا. كورس 3 ايام 4 ايام 5 ايام 7 ايام 10 ايام حسب نوع المضاد الحيوي اللي انا باخده، وبعد كده بوقفه والمفروض ان انا ما اكررهوش تاني. يعني مثلا لو بناخد انتي بايوتيك مثلا الافراط في استخدامه خطر. ففي برضو بعض الامراض النفسيه بناخد العلاج بتاعتها لفترة وبينتهي، زي الاكتئاب المرحلي اللي كان أحد المشاركين شاركتنا تجربتها معاه. فبعض الأدوية النفسية بتتوقف وبعض الأدوية النفسية ما بنوقفهاش، مش عشان فيها إدمان، علشان هي أصلا مرتبطة بمرض مزمن. فلو واحد بس عنده هلاوس وبطل الأدوية النفسية هترجع له الهلاوس تاني. أنا بقول عرض، على فكرة الهلاوس دي مش مرض، ده عرض. بس في ناس عندهم من ضمن المرض النفسي المزمن بتاعه عرض مثلا اللي هو الهلاوس السمعيه والبصريه، فبيشوف حاجات وبيسمع حاجات وبيتهيأ له حاجات، ياخد الدواء الهلاوس بتختفي. ما ينفعش اجي اوقف له الدواء، هترجع الهلاوس تاني لو هو مصاحبه المرض مزمن. لو مصاحبه المرض مؤقت بتتوقف. هو المرض النفسي بحر كبير، فلازم نبقى عارفين التشخيص ايه ونسأل الدكتور بتاعنا هل ده مرض مزمن هيلازمه مدى الحياة، ولا ده مثلا اكتئاب مؤقت زي حد مثلا عنده وسواس عنده. يعني في بعض الأمراض بناخد بعض الأدوية لفترة خلاص. تمام. الحقيقة خافوش احنا في من معانا الطب مداخلات النفسي يا كتير جماعة. وأسئلة كتير هناخدها إن شاء الله. هو أنا بحس إن الطب النفسي والمجال النفسي ده أساسا مجال جميل، أنا شخصيا بحبه جدا بجد يا دكتورة والله. بصي الإعلام، معرفش، بحس الإعلام إنك الإعلام تعرفي تتعاملي مع بيشوه، الشخصية وتفهمي. الإعلام بيشوه الطب النفسي بشكل كبير من أول أنا مش قصير قزح أنا طويل وهبل لغاية الحديث اللي ايوه في بالظبط المسلسلات وفي الحاجات دي، وإيه اللي بيعملوه الأطباء النفسيين بالظبط. وإزاي بيستغلوا المريض وإزاي كده رضا مثلا. يعني كل الدراما ايوه كتير بتسيء للطب النفسي والصحة النفسية والمعالجين النفسيين. ورغم من ذلك أنا بلاحظ من خلال تعاملي مع الناس إن فعلا بدأ يبقى فيه وعي بأهمية الصحة النفسية. يعني ناس كتير دي بتجيلي حقيقة على فكرة فعلا. وعدد المراجعين أكتر بكتير، والناس بتيجي باضطرابات بسيطة وناس بتيجي بمشاكل حياتية عادية. يعني على الخط بتاع الصحة النفسية اللي اتكلمنا عنه في البداية،
فوق خط الصفر، يعني هما بيتمتعوا بصحة نفسية وبيراجعوا وبقوا فاهمين إن في فرق ما بين الصحة النفسية والمرض النفسي، وما بين السايكولوجيست أو المعالج النفسي والطبيب النفسي والكوتش والكذا، بدأوا يبقوا فاهمين الخريطة شوية بتاعت الصحة النفسية، وده دورنا إن إحنا نوعي الناس أكتر وأكتر حوالين احتياجهم للصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية في حياتهم. طيب لو معانا مداخلة تانية هي ممكن ناخد فعلا مداخلة فعلا واحدة. وانا بحس ان اتفضلي يا طيب استاذة. ناخد مداخلة واحدة معانا أستاذة هاجر. أستاذة هاجر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مميزة الإنجي، إزيك دكتورة هبة؟ أهلا وسهلا، أولا أنا أهلا سعيدة بحضرتك جدا اتفضلي. جدا إن تاني مرة بحضر معاكي محاضرة ظريفة جدا، وطبعا الناس اللي ما يعرفكيش أو ما حضركيش قبل كده فعلا يعني ربنا يجازيكي خير إن شاء الله على العلم اللي أنت بتديه لنا. زينا وإياكم أستاذة هاجر، وأهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي. أنا كنت عايشة معاكم في الإمارات، وبعدين نزلت السنة دي في مصر، استقريت في مصر خلاص، فعايزة أخد رأيك في حاجة حاصلة في حياتي وأكيد بتحصل في حياة ناس كتير. طبعا تفضل. من ساعة ما اتخرجت تقريبا وأنا بشتغل لحد من سنة، لحد ما سبت الإمارات ونزلت، فشغل وكورسات ودورات تدريبية وتدريبات، ويعني الحياة مليانة وزخم عالي جدا يعني، مع طبعا مع الولاد ومع البيت والحياة الزوجية، فرتم الحياة كان سريع ومشغول للغاية. وبعدين لما عملت نقلة في حياتي ونزلت مصر فأصبحت ربة بيت. طبعا أنا أول مرة في حياتي يعني أفتح صفحة ربة المنزل دي بتعمل إيه، فطبعا النقلة النفسية دي أنا أخدت فترة لحد ما أعمل لنفسي بالانس، أعرف أتوازن معاها، مع العلم إن أنا شخصية منجزة جدا، فيعني واضح من إيقاع كلامك يعني. إن أنا أكون بس ربة بيت أنا مش معترف إن ده إنجاز يعني، حاسة إن لا مش بس يعني، لأن أنا كان ده بس الدور من أدوار كتير بعملها، فلما يبقى هو ده بس محور حياتي في الفترة دي أخدت فترة لحد ما أبتدي أتأقلم. ومع ذلك برضو لقيت التأقلم مش هيمشي إلا بكام كورس كده على الماشي، على كام محاضرة كده مش مشكلة عادي يعني جنب شغل البيت، على كام دورة ممكن أشوفها مش هتعطل لي حاجة في اللي أنا بعمله ده أشوفه. فلقيت نفسي متوهة نفسي وبكتشف نفسي من أول وجديد. جميل. خلصت الورشة دي فطب أستفيد منها إزاي، مش بس خلصتها وخلاص، لأ أستفيد منها بقى إزاي، أعمل عايزة إيه بقى؟ أرجو. أروح أطبقها. بالظبط جميل، دي كده صفحة، يعني. ده كتاب نظيرة، صفحة الملوخية يا ليدا. طيب بصي، هو الإنسان اللي بتبقى حياته مليانة بتبدأ حياته تقفل، يعني تهدى شوية، إيقاع حياته يتغير من الإيقاع النشيط الحيوي للإيقاع الهادئ. طبعا بيدور على ان هو يملأ الفراغات، علشان عارفه حياتنا كده جدار متماسك، فلما بتبداي تشيلي حاجات منها بتبدا تتحلحل، فانت عايزاه ترجع تتماسك تاني، فبتحاولي ان انت تسدي الثغرات اللي حصلت في الحياه. بنملأ الفراغات دي بايه؟ بان احنا بنكبر ادوار في حياتنا، ونصغر ادوار، يعني هنكبر دور الام، ممكن يكون اولادك كبروا اساسا وبداوا يستقلوا، ومحتاجه الوقت اللي بتبذليه في دور الام مش كبير، ودور الام عظيم في كل الاوقات، في كل الاوقات دور الام عظيم، حتى لو ولادنا كبروا واتجوزوا وخلفوا وبقينا جدات، فاحنا ضفنا فوق دور الام دور الجده. ده حقيقي. يعني دور الام عظيم وينفع نشغل بيه كل وقتنا، بس احيانا بنركز على اولادنا بزياده بنخنقهم. هو انت فضيتي لنا بقى؟ وانت مبقاش وراكي غيرنا بقى؟ فاحيانا برضو بيبقى اقتحام حياه الولاد بزياده عن اللزوم بيبقى مزعج للاولاد، فاحنا بندور على ادوار تانية تطوعيه تعمل لنا بالانس وتعمل لنا اسراء في حياتنا علشان نقدر نكمل الادوار. يعني بقدم بقى، انت اتعلمتي وحضرتي كورسات واشتغلتي عندك خبرات، فانت ممكن تتطوعي تشوفي اي مكان تطوعي، تبداي تعملي حاجات تطوعيه تناسب اللي انت بتعمليه، تمارسي هواياتك، ممكن تلاقي شغل بسيط من خلال المنزل حسب خبراتك. لكن ان انا احاول يعني اقفل ابواب كامله في حياتي واحاول ان انا اخد دور اوسعه بشكل كبير قوي، ده بيكون صعب. في واحده كاتبه ان انا العكس، لو انا كنت ربة بيت ولما اشتغلت تعبت نفسيا. وكل واحد على حسب هو موازن حياته بايه، ميزان حياته ماشي ازاي. ف
ففي حد مثلا موازن حياته بعلاقات اجتماعيه وبحاجات لطيفه، لما تحتفي دي وتحطي مكانها شغل تحسي انك مش مرتاحه. وفي حد تاني يعني بيكون موازن حياته بشغل، فلما يسيب الشغل ويعمل حاجات تانية بيلاقيه نفسه مش مشبع. فمهم انك تدوري على اشباعات حقيقية في حياتك أستاذة هاجر، وشكرا على مشاركتك السرية والتحدي اللي انت بتمري بيه اللي كتير مننا بيمروا بيه. وبدعوكي ان احنا ممكن نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في مبادرة اسأل، عندنا الاسبوع الجاي مبادرة اسأل للمرة التانية، فممكن نشارك اسئلة متنوعة ويبقى الإجابة على أسئلتكم مش على موضوع معين عشان نقدر نستكمل الحوار في موضوعنا النهاردة. الشكر ليك وشرفني طبعا. أهلا وسهلا أستاذة. شكرا. اتفضلي أستاذة. أهلا بحضرتك. طب هنرجع تاني، كنا بنتكلم على مستويات السعادة، وصلنا عند المستوى التاني، وهنا بيكون في سؤال برضو مهم يا دكتورة، هل هو سهل لكل الناس إنها تغير المستوى الأول أو تطلع من المستوى الأول وتوصل للتاني؟ هل سهل لكل الناس او في عقبات مثلا؟ وفي تحديات يعني، وفي الاسئله واجهناها ان مثلا انا بدرس الدبلومه ومش عارفه ان انا اكمل، ففي تحديات والناس بتحتاج دعم، الناس بتحتاج تجرب وتطرق ابواب عديده لغايه لما ايوه هو هنا انا بدا يبقى يحصل لي تدفق، ايوه انا بدا يبقى عندي ابداعات في ان انا احل التحديات، ايوه انا بدات اكتسب مهارات. فمحتاجين ان احنا نجاهد نفسنا، لان النفس كالطفل لو ما يعني لو لم نربيه ويعني وفعلا نشتغل عليه هو هيركن الى السهل واليسير. فنلاقي ناس كتير قوي قوي يعني في الاحصائيات الدوليه اللي بتعملها الامم المتحده عن مثلث السعاده اللي هم الثلاث مستويات بتاعه السعاده، بيقولوا ان المستوى الادنى من السعاده اللي هي حاله البهجه والإشباعات والملذات والجري حتى وراء الشهوات اللي هو تحت خالص كده، ده قاع المثلث وهم عاملينه هرم، لأن القاع ده ممتلئ ومكتظ بالناس، واللي بيطلع فوق أقل واللي بيطلع ويرتقي فوق أقل وأقل من الناس. فالارتقاء محتاج مجهود. وفكرة من الأفكار الغلط عن السعادة إن السعادة حاجة passive بتحصل واحنا قاعدين جوه الكومفورت زون، إحنا لازم نعمل stretching للكومفورت زون، بقولش نطلع بره الكومفورت زون بشكل عنيف، لا، بس نوسع دايرة الارتياح بتاعتنا ونضيف لها خبرات جميلة وعظيمة عشان نعيش حياة لها معنى. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا، وحتى اللي بيتكلم عنها فيكتور فرانكل اللي هو صاحب علم النفس الوجودي بيتكلم عن الحياه ذات المعنى، يعني طبعا من قبل علم النفس الايجابي بكتير، بيتكلم على خبرات السعاده اللي ممكن الانسان تخليه يتخطى حتى الصعاب والتحديات والمشاكل والسجن والمعتقل، لان فرانكل كان معتقل. فازاي ان الواحد لما بيبقى عنده حاجه يعيش لها يقدر يتغلب على التحديات. مش كل الناس تقدر تطلع، لكن اللي بيحاول اكيد بيوصل وعن ربنا. تمام. طيب ازاي نوصل كونفورت زون يا جماعه؟ بالشغل يعني ان انا اجرب 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 حاجات كتير بالتجارب والاستمراريه والاجتهاد والصحبه الصالحه والعون علشان نرتقي. اتفضلي استاذه ريم. تمام. في عندنا دلوقتي سؤال، هل الوصول للمستوى الثالث صعب؟ وهل المستوى الثالث مختلف عن الأول والثاني اللي بي الوصول ليه مهم وإنجاز حقيقي يا دكتورة؟ بس يا جماعة، المستوى الثالث ده هو مستوى تجاوز الذات. يعني الأول كنت عايزة أبسط نفسي وأبسط الناس اللي حواليا وأتبسط واستمتع وعندي قائمة سعادة لذيذة فيها 50-200 آيتم أو عنصر أنا بستمتع بيهم. المستوى الثاني طلعت شوية وبدأت أعيش خبرة كاملة محتاجة مهارات ومحتاجة طاقة ومحتاجة اكتشاف لنفسي ومحتاجة تحقيق لإنجازات، وجهاز المكافآت في دماغي بدأ يشتغل بطريقة مختلفة تماماً، وحاجات بدأت تنور جوانا وحالة تدفق. المستوى الثالث بقى أن أنا أستخدم كل ده في تجاوز للذات في عطاء. أنا هسيب إيه في الدنيا دي بعد ما أمشي؟ إن الناس هتفتكرني بإيه؟ هو أنا عملت إيه
للناس اللي حواليا، للعالم، يعني عملت ايه؟ حياتي كانت ايه؟ كانت عبارة عن ايه؟ قصة حياتي كانت ايه؟ فالمستوى الثالث هو مستوى الخروج بره الذات او تجاوز الذات، مستوى الاثر، مستوى العطاء، مستوى ان انا استمتع بان انا ادي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون ده مش بس الجاكيت اللي انا بحبه طلعته، لا، العلم اللي انا بحبه طلعته وعلمت بيه ناس تانيين اكتر واكتر واكتر. والله فلانه بتعرف تطبخ كويس وعامله لنا فيديو روعه في رمضان اتفرجت عليه، عملت لاولادي فطرت صايم بوصفه من على اليوتيوب. النهارده سمعنا الدكتوره هبه وعرفنا حاجات عن السعاده بضيافه المدرسه الجميله واستاذه ريم واستاذه دعاء والمجموعه كلها، وعرفنا حاجه جميله. فانا سبت اثر للناس، تجاوزت ذاتي، بدل ما اخد العلم ده اطبقه في حياتي انا بس، لا، انا عايزه الناس كلها تعرف، انا عايزه اوصل صوتي لاكبر عدد ممكن من الناس. مؤمنه برسالتي، بعمل حاجه في الحياه علشان تتجاوزني انا كمان، مش مجرد ان انا واسرتي واصحابي اللي نستفيد، لا، ازاي ممكن اوسع، ازاي ممكن انشر، ازاي اقدر اساعد الحاجات دي. مما تحبون، انا بحب علم النفس وانا بعمل حاجه زي كده علشان انفق مما تحبون، عشان تنطبق عليا الايه ان احنا ننفق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رب انا باشهدك ان انا بحب علم النفس وبنفق منه من وقتي ومن مجهودي وبجد بجد من كل قلبي. ناس حد بتشوفيها عامله وصفه بتعمليها مما تحبون، في حد مثلا مهندس بارع تيجي له موظف صغير، مهندس صغير، فياخده يقعد يدربه ويجتهد معاه ويعمل، بينفق مما يحب من العلم وبيدي له من حاله التدفق بتاعه بتفيض لتخرج علشان تعلم ناس وتسيب اثر. فالراجل ده المهندس اللي اتعلم منه ده يبدا يفتح بيته ويترقى ويحب عمله. ان احنا لما بنحب الناس بنحب الوظيفه. زمان واحنا صغيرين المدرسه اللي كانت اللي كنا بنحبها كنا بنحب مادتها بغض النظر عن امكانياتنا العقليه وعن المواد المفضله لنا. المواد المفضله كانت دايما مرتبطه بالمعلمه المفضله، مش بالمحتوى الماده. يعني سنة بنحب الرياضيات وسنة بنحب الجغرافيا، على حسب، هو مش على حسب بالظبط إمكانياتنا العقلية ولا على حسب حسب مين التيتشر، صح. المدرسة أو الشخص اللي درسنا الحاجة دي. فده أنفق مما يحب، حب اللي هو بيعمله وبدأ يطلع من خبراته. فده المستوى الثالث. المستوى الثالث تعدي الأثر، المستوى الثالث ترك الأثر، المستوى الثالث الإنفاق، المستوى الثالث العطاء، المستوى الثالث السمو، وان انا بستخدم حاجه اسمها مكامن القوه عندي علشان يبدا الحياه تتغير من حواليا، عشان احس بان انا ليا اثر. الانسان مجبول على الرغبه في ترك الاثر، في التاثير. الطفل الصغير لما بيعيط بيبقى عايز يؤثر في الناس اللي حواليه ويتلموا كلهم حواليه ويجوا يشوفوه، انت بتعيط ليه يا حبيبي؟ فالانسان مجبول على ان هو يترك الاثر، ولما بيترك الاثر بيحس باشباع جواه، ولما بيخلص لربنا السعاده يعني بتتضاعف اضعاف الى ان يشاء الله. وده اللي بيخلينا نوصل لاستدامه الانسان اللي هو هدفنا الاساسي. استدامه الانسان دايما عندي موارد متجدده وقادر ان انا اؤثر حتى لو قاعد على كرسي، حتى لو نايمه على يعني في ناس من الكبار يعني فعلا فعلا سابوا اثر. الخميس الماضي فقدت شخص عزيز على قلبي، احد اجدادي، هو اخو جدي بس هو زوج عمتي في نفس الوقت، ربنا هم يا رب يرحمه ويرحم عيله مع والديه. بعض. ربنا يعني ربنا يرحمه يا رب يا ويتقبله. رب بس اللهم راجل صاحب رساله واثر رغم بساطته وطيبه قلبه، شخص من اطيب البشر ومن انقى البشر، اللي كان بيته دايما مفتوح، كان بينفق مما يحب، دايما البيت مفتوح، دايما عنده مستويات السعاده الثلاثه كانوا متحققين في شخصيته، رمز يعني. كان فعلا بيستمتع باوقاته وعنده روح الدعابه وخفه الظل والابتسامه البشوشه، بيراقبنا واحنا بنلعب في الحوش الصغير اللي قدام بيتهم
واحنا عيال صغيرين اتعلمنا في بيته يعني ايه كرم، يعني ايه بيت مفتوح، يعني ايه خير لا ينقطع ربنا من يرحمه البيت، ويرحمه ويسامحه يعني ايه الله البيت يرحمه. يتسع للجميع، يعني ايه حسن الضيافه، تخطى يعني تخطى ان هو مثلا، يعني انا بحكي لاولادي عنه، اولادي طبعا شافوه كده، تخطى الاجيال، ونتمنى ان احنا نقدر نعمل يبقى رمز، نتمنى ان احنا نكون في كرمه وفي حسن ضيافته وفي بشاشه وجهه وفي حسن استقباله للناس وفي اتساع داره اللي كان قبله فعلا للقلوب وللناس، ان محدش بيروح يزور البلد من غير ما يروح البيت المفتوح والبيت الكبير ده. ف يعني قد كده الانسان فعلا لما بيعيش، يعني بيعيش رساله فعلا فعلا بيكون له اثر، بيتخطى، ممكن يكون هو مش مدرك هو اثر فينا كلنا قد ايه، بس هو له اثر عظيم وعميق هتتوارثه الاجيال ان شاء الله، وتكون في ميزان حسناته، وربنا اللهم يرحمه آمين، ويجعل ربنا يرحمه يا مأواه رب. الجنة ان شاء الله، ويدخله فسيح يا جناته رب. هو وكل اللي ألهمونا من اجدادنا، ومن سواء كانوا حتى لو كانوا اطفال، كل من ألهمنا وترك فينا اثر وحركنا الله يعني يكرمه، واللي عايش يا رب. منهم والله يرحم ويتولى برحمته أنت من بس. توفى منه. في معانا سؤال وفي معانا مداخلة يا دكتورة. تفضلي ناخد المداخلة. ناخد المداخلة. السلام عليكم أستاذة ولاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش خليناكي تستني معانا، معلش. لا اتفضلي يا أستاذة ولاء، اتفضلي يا أنا دكتورة. حضرتك، أنا مش عارفة أحدد اتجاهي في الحياة. يعني أنا مثلا دراستي أكاديمي دارسة صيدلة، وبعد كده طبعا بعد الزواج اتحولت إن أنا بقيت هاوس وايف وبربي أولادي، وطبعا مع التربية وكده بقت اتجاهاتي للتربية، خدت كورسات في التربية وكورسات في الصحة النفسية، لأن طبعا كلنا نشأنا عندنا نشأة طبعا غير سوية نفسيا خالص، يعني عندنا معتقدات خطأ ومشكلات في التربية والكلام ده، فأنا مش عايزة أكرر نفس الأخطاء ديت مع أبنائي، فاتجهت لجانب اللي هي الصحة النفسية، اللي بدأت بنفسي وبحاول إن أنا أطبق اللي بتعلمه كمان في بيتي ومع أبنائي وكده. فطبعا دلوقتي انا حاسه ان انا حابه المجال ده، حابه مجال اللي هو التربيه والنفسيه والصحه النفسيه وكده، لكن مش يعني مش هقدر اشتغل فيه، لأن أنا في الإمارات وما عنديش ظروفي، يعني البيئة اللي حواليا أو ظروف المعيشة عندي أو كده ما تساعدنيش إن أنا، يعني ما فيش جنب جمعيات أو أماكن بتشتغل في المجال ده، بحيث إن أنا أروح مثلا أبدأ معاهم أو أشتغل معاهم أو كده. كل حاجة بعملها بعملها أونلاين، اللي هو بتعلم وباخد وبدرس أونلاين. فدلوقتي فأنا مش عارفة أرجع لمجالي القديم بحيث ان انا اشتغل بيه، ولا احدد، ولا مثلا انا حابه المجال ده. علاقتك بالصيدلة عاملة ازاي يا ولاء؟ علاقتي بالصيدله تقريبا، انا علشان منقطعه بقالي 10 سنين عن العمل وكده، فبقانون الامارات ان انا ما عادش ينفع اشتغل كصيدلي، فانا ما بقتش عارفه اشتغل بيها، فانا دلوقتي بقيت مش عارفه اعمل ايه. علاقتك العكس بيها عاملة ازاي؟ يعني لو النهاردة عندك فرصة عمل في الصيدلة هتنزلي تشتغلي فيها ولا لا؟ انا هنزل اشتغل فيها علشان خاطر الراتب، يعني علشان مش يبقى عندي عشان دخل. انتي بتحبيه، عشان عايزة يبقى عندك دخل. لكن انتي بتحبي المجال ده ولا درستيه ليه؟ لا، مش درسته، مجموعي جابه كده، يعني جاب بالمجموع. بصي الفكرة كلها ان ابدأي اعملي اللي انت بتعرفي تعمليه في دوائر الصغيرة، لما تتجمعي انت واصحابك اتعلمتي حاجة عن التربية عرفيهم حاجة عن التربية، لما تلاقي حد بيسأل على حاجة في الجروبات الجميلة اللي قاعدين بيسألوا فيها الناس على حاجات وعلى وصفات وكلام زي ده، ادخلي وقولي لهم ان لا ده مثلا خطر، انا صيدلانيه وعارفه ان مثلا لو حطيتي كذا على كذا على وشك الكلام ده ما ينفعش، الحموضه اللي في الطماطم بتبوظ مش عارفه ايه، انا ما اعرفش يعني مش خبير التجميل، بس ممكن انك انت تقولي للناس وصفات طبيعيه صحيه بحكم دراستك، ممكن توعي الناس بالحاجات الدورات والكورسز اللي بتاخديها، تبداي تنشري المعلومات اللي انت تعرفيها في الدوائر بتاعتك الصغيره،
كون ان انت تتكلمي عن المعلومات اللي انت عارفاها وتبداي يبقى عندك دوائر حواليكي محيطه بيكي، ده معناه ان انت بتقدري فعليا انك تكتشفي انت بتحبي ايه بالظبط، لانك هتلاقي نفسك بتتكلمي على حاجات اكتر من حاجات، هتلاقي نفسك عايزه تقري وتوصلي معلومات معينه، هتلاقي الناس بتسالك اسئله فيا اما بتقولي لا مش مهم يا اما بتروحي تدوري وراها، فمحاولاتك اصلا لنشر اللي انت تعرفيه هيخليكي تكتشفي انت عايزه تعملي ايه. لو عايزه تدخلي دخل مالي معين فدوري ايه المتاح ان انا ادخل منه دخل مالي. الصحه النفسيه تراك محتاج اجتهاد علشان اقدر اشتغل في مجال الصحه النفسيه، الصيدله طبعا محتاجه تراخيص برضو، كمان الصحه النفسيه محتاجه تراخيص، فلو انت مش قادره توصلي للترخيص دلوقتي فشوفي ينفع تشتغلي ايه تحققي منه دخل مالي لغايه لما تكتشفي انت عايزه تعملي ايه بجد في حياتك، وتلاقي ان معاكي دخل مالي ومكتشفه الاتجاه، تاخدي جزء من الدخل المالي بتاعك وتستثمريه علشان تمشي في الاتجاه. لو اترسمت الخريطه في دماغك هي الخطوات مش بالبساطه دي بس ممكنه. المهم يبقى عندنا اراده ورغبه ان احنا نبدا وان احنا ندخل. اوكي تمام، متشكره قوي. اهلا وسهلا بيكي يا ولاد. اهلا. السؤال، هل في فرق بين المشاعر والاحساس؟ وهل مختلفين هما الاثنين عن العواطف؟ السؤال ده اتكرر. السؤال بتاع المشاعر والاحاسيس يعني انا محتاجه ان انا اتكلم يعني كلام كتير قوي، لان في انفعالات وفي مشاعر وفي احاسيس عند الانسان، في حاجات فطريه وفي حاجات ردود افعال تجاه المواقف المعينه. فالموضوع فعلا ده ممكن نتكلم عن التربيه العاطفيه او نتكلم على الذكاء الوجداني. عندنا ريفليكشنز هو بنجيب دراما وبنحاول نتكلم على مفاهيم نفسيه بتعكسها الدراما، فان شاء الله قريبا عندنا ريفليكشنز هنتكلم فيه عن انسايد اوت، هو فيلم يعني انيميشن كده لذيذ جدا، كانه بيدخلنا جوه الانسان والمشاعر الاساسيه اللي موجوده عند الانسان وازاي يتحكم فيها، وازاي بيبقى فيه المشاعر دي بيطلع انها انفعالات لحظيه، والمستوى العام اللي كنا بنتكلم عنه المستوى العاطفي العام او الحاله الشعوريه العامه. فتابعونا في حاجه تكون خاصه اكتر بالذكاء الوجداني، ان ده موضوع محتاج على الاقل ساعه عشان ارد على السؤال ده. فاي هوب ان انتوا تكونوا معانا في انسايد اوت ريفليكشنز، هنتكلم عن الذكاء الوجداني بالتفصيل قريب ان شاء الله، يعني خلال الفترة اللي جاية دي هيكون عندنا اسأل وهيكون عندنا ريفليكشنز وهيكون عندنا الصالون، هنكمل الكلام عن موضوع المشاعر تحديدا. طيب ايه تاني عندك يا ريم؟ في عندنا سؤال، المستويات التلاتة اللي حضرتك اتكلمتي عنها يا دكتورة، هي اصلا تم تحديدها بناء على ايه؟ بناء على علم النفس الايجابي، بناء على دراسات متعمقة لسنوات طويلة مع الناس عشان يكتشفوا هو قد ايه الانسان ممكن يكون سعيد. فبدأنا نتكلم على طيف المشاعر اللي بتمتد معانا عبر الزمن، مشاعر السعاده المرتبطه بالماضي، اتكلمنا ان هي قايمه اساسا عن الرضا والتصالح، ومشاعر السعاده اللي جايه من المستقبل اللي معتمده على الثقه بربنا سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله والتفاؤل، والمشاعر بتاعت الحاضر اللي معتمده على الدخول جوه حاله التضامن، وحطوا جواها ما يسمى بمكامن القوة اللي هم قسموها في 7 مجموعات، الحكمة والشجاعة والإنسانية والعدل والتوازن والاتزان والسمو، وجوه كل واحدة في مجموعة من القيم من مكامن القوة. هي مش قيم قد ما هي مكامن قوة، اللي مثلا في حد من الأسئلة بتاعته اتكلمت وقلت لها ان انت الفضول وحب المعرفة هو اللي بيحركك، فده مكمن القوة اللي موجودة عندها واللي بتستخدمه في مواقف مختلفة. في حد تاني مثلا التسامح، في حد التواضع، في حد التوازن، في حد البسالة والإقدام، في حد كل واحد مننا بيبقى عنده مكامن القوة دي بيستخدمها جوه حالة التدفق بتاعه علشان يقدر يتغلب على التحديات. ف
فالمستويات الثلاثة دي جاية من علم النفس الإيجابي، من دراسة متمعنة لمدة سنين حوالين إزاي الإنسان بيرتقي بمستويات السعادة، ومين الناس اللي بتحقق الاستدامة اللي هو بيقدر يستفيد من موارده، ومين اللي بيحقق ما يسمى تقدم العمر النشط، إن هو كل ما تقدم في العمر كل ما كان زادت حكمته وخبرته وزاد عطاؤه وتنوع عطاؤه من مجهود جسدي لمجهود ممكن يكون منتلي لأثر ممتد حتى بعد غيابه عن الحياة. فاكتشفوا إن الناس دول بيمروا بإن هم بياخدوا جزء من مستوى السعادة الأدنى اللي هو حالة البهجة، وجزء تاني من حالة الإشباع اللي جاية من التدفق الحقيقي في مجال موجود داخلنا، وحاجات بتجذبنا من الخارج كأنها بتوجهنا موجهات، بتوجهنا لرسالتنا ودورنا في الحياة. وبعد كده يبدأ الخبرات دي تتدفق من داخلنا بسلاسة علشان نقدر ندي أكتر ونترك أثر في الحياة. فدي دراسات مستفيضة في علم النفس الإيجابي. اللي حابب يقرأ أكتر عن علم النفس الإيجابي يدور على مارتن سليجمان، هو مؤسس علم النفس الإيجابي، وعلى الكتب الخاصة بيه من ضمنها أعتقد الكتاب اسمه السعادة الحقيقية. ده كتاب رائع في علم النفس الإيجابي، كتاب متعمق وكاتب تفاصيل كتير قوي، بس ده أحد المراجع اللي احنا محضرين منه النهاردة ورشتنا. تمام. طب في سؤال يا دكتورة، كتاب اسمه ازاي السعادة نقدر نتعامل؟ الحقيقية، يعني حد بيسأل على اسم الكتاب، بس لو انتوا معانا على جروب الصالون هبعت لكم اسم الكتاب وصورة له. أعتقد أماني كان عندها النسخة العربية بتاعته، أنا عندي النسخة الإنجليزية، بس أنا هعرف حد يعني عنده النسخة العربية بتاعة الكتاب، فحاليا تصور لنا صورة للكتاب علشان لو حد حابب إن هو ياخده. جروب الصالون اتواصلوا مع إنجي. تمام أستاذة طيب، ريم. أيوة مع حضرتك، إزاي نقدر نتعامل مع الأحزان في طريق رحلتنا للبحث عن السعادة؟ لو في عقبات أو أحزان، إزاي أقدر أتعامل معاها؟ يقبلوا الحزن وأحسنوا استضافته. كلنا بنحزن، الإنسان اللي ما بيحزنش معناها إن هو عامل فريز أو تجميد لمشاعره، وتجميد المشاعر بيجمد كل المشاعر، يعني زي ما مش هتعرف تحزن مش هتعرف تتبسط قوي، هتبقى يعني فعلا مشاعرك كده فترة. مش عايزة الناس تبقى قوي يعني اللي هو زيادة، لأن يعني لا تفرحوا كثيرا قوي، ويعني قوي دي بتوجع برضو ومش صحية، بس إن الواحد يبقى بيحسن استقبال الأحزان. هو أنا حزينة، تمام، طيب هو أنا ممكن أحتاج كام يوم عشان أتعافى من هذا الحزن؟ يعني إيه أتعافى أصلا؟ يعني أقدر أرجع أمارس مهامي الحياتية العادية حتى لو عندي شوية ألم؟ طيب والله أنا محتاجة يومين، محتاجة 3 علشان أبدأ يعني أحترم أستقبل هذا الحزن وأحترمه، فأنا محتاجة أسلو داون أو أهدي سرعتي شوية وأتعامل مع حزني وأعيط وأدور على ناس عندهم نفس المشاعر وتواصل معاهم وأحس معاهم علشان تبدأ الطاقة بتاعت هذا الشعور تطلع من جوايا، يعني فعلا أعبر عن مشاعري. يعني مثلا لما نفقد حد بندور على حد عنده مشاعر إيجابية ناحية الحد ده زينا. ممكن أنا مثلا لو فقدت جدي، ممكن الناس عندي في البيت ما يكونوش حاسين بالشخص ده، يعني مفيش بيننا وبين ما بينهم وبينه نفس الرابط اللي بيني وبينهم، فأنا ببقى محتاجة إن أنا أتكلم مع ناس حاسين بيا عندهم نفس المستوى من الشعور بتاعي، بحيث إن إحنا نتكلم ونعبر مع بعض ونفضفض مع بعض، تبدأ تهدى مشاعرنا وتبدأ تستكين الشعور مثلا بتاع الحزن بتاعنا، ويبدأ بيتحرك معانا مع بقية المشاعر، هو موجود بس كثافته بدأت بدل ما اضغطه، هو ما بقاش عالي بس بقى مضغوط، وفي أي وقت أي موقف ألاقيني ببكي، أي موقف ألاقيني بنهار، أي موقف ألاقيني مش قادرة أستحمل، لا أنا هسمح له إن هو يطلع. أيوه أنا حزينة، هدور على ناس عندهم نفس الوجع ونفس الإحساس وهشاركهم الإحساس، بعد ما أشاركهم حزني يبدأ هو الشعور يبدأ يخفت جوايا شوية، ما زلت حزينة بس الشعور هادي جوايا، كسبته بدأت تبقى شوية منخفضة مقبولة، قادرة أنام،
ما بيجيليش الحاجه دي في احلامي، عدى يوم، عدى اتنين، عدى تلاته، بدات امارس حياتي الطبيعيه وبدات تتداخل المشاعر جوايا، ابني نجح في حاجه، بنتي عملت حاجه، صغير ضحكني في حاجه، جالي خبر كويس، جالي كذا، جالي كذا، فصلت مع الناس اطمنت عليهم لقيتهم كويسين، اللي عندهم المصاب، بدانا ها 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 نبدا ايه؟ تبدا المشاعر كلها تختلط مع بعض، وما زال الحزن موجود. الحزن موجود معانا، وفي ناس وفي احزان احنا عايشين بيها يا جماعه. احنا بنحسن استقبال الحزن لغايه لما يرحل الالم المصاحب للحزن، لكن ان يكون في شجن في حياتنا ده ما نقدرش نستغنى عنه. ده جزء من خلاص يعني، في جزء من تركيبتنا النفسيه ان في شجون وفي احزان، نكهه حزن موجوده جوه مشاعرنا بتخلينا اكثر رقه، بتخلينا ممكن نبكي، بتخلينا بشر، بتخلينا ناس عندنا إنسانية. فالسعادة والحزن مواجهان لعملة واحدة، مش حاجتين عكس بعض، حاجتين بيكملوا بعض. احنا مع الحزن بنحس بالسعادة، ومع السعادة ومع الحزن نفسه. يعني بقول ان احنا يعني احيانا كمان مع الحزن بيبقى عندنا امل، عندنا رجاء، لما حد بيموت بيبقى عندنا امل في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وبنرجو له الجنة، مش عارفين هو احنا حزنانين عليه، ولا حزنانين على الفراق، ولا حزنانين على نفسنا، ولا خايفين خوف، خايفين على مصيرنا لما نبقى يحصل لنا زيه، او خايفين على حد قريب مننا قوي ان هو يحصل له نفس اللي حصل. كوكتيل المشاعر اللي بيطلع كله مع بعضه ده هو اللي بيخلينا بشر. الامل والرجاء موجودين مع الحزن. الثقة في ربنا سبحانه وتعالى، والثقة بعده يجي الثقة في أنفسنا على قدرتنا إن إحنا نتجاوز الألم والحزن، موجودين مع الحزن في نفس لحظة الحزن. هو كوكتيل من المشاعر بيطلع مع بعض. لما بتيجي ذكرى حلوة مع الشخص اللي لسه متوفي، بنلاقي الابتسامة اترسمت على وشنا والدمعة نازلة من عيوننا. إحنا بشر عندنا كوكتيل مشاعر. انا عايزه فعلا في مره نتكلم عن المشاعر باستفاضه اكتر، فباذن الله يكون لنا لقاء قريب حوالين المشاعر، لاني لو دخلت في المكان ده ممكن ما تطلعونيش النهارده يعني. والله الحقيقه احنا مستمتعين يا دكتوره فعلا، يعني حتى حته الحزن دي يعني او طلع من حقنا نحزن، مش بنحب النكد زي ما حقنا. بيقال يعني. لا ما هو برضه بنحزن ازاي؟ طريقه الحزن هي بقى اللي بتحدد يعني مركزين على اللي حوالينا ولا الشجن اللذيذ ده، يعني اللي هو في ناس بتستعذب الالم والشجن. دي حقيقه على فكره. ربنا يديك الصحة يا دكتور يا رب. طيب عايزين بقى هدية كده لضيوفنا النهاردة، هل في تمرين معين نقدر نعمله مع بعض على الهوا؟ حضرتك تعلمينا ازاي نقدر نعمله بحيث بقى نقدر بقى نبتدي نمشي ونبتدي الطريق للسعادة صح. طيب واحنا بنعمل التمرين ننزل الاستبيان الأخير الموجود معانا؟ مش انت عندك استبيان تمام. أخير موجود معانا؟ سلام يا حد بيقول لي انت انسانه جميله، أيوة. انت اللي جميله. هنا في سؤال، هل دلوقتي يعني احنا دلوقتي في يعتبر في اواخر المحاضره او ورشه العمل، هل تغير مفهومك عن السعاده؟ يا ريت الجميع يشاركنا في التصويت في نهايه اليوم النهارده، هل او يعني في نهايه الورشه بتاعتكم، هل اتغير مفهومك عن 100%؟ 95% في ناس لا. عايزه اسمع من الناس ايه الاختلاف، يا ريت تكتبوا ايه اللي اتغير في وجهه نظركم عن السعاده، والناس اللي لا ايه اللي اتاكد عندكم حوالين مفهوم السعاده. فين الظهار؟ مش ظاهر عندي. هو المفروض ان هو بيظهر على طول ظاهر عند كل الشاشة. البولز مفتوحه، فالناس عماله بتجاوب. طيب ايه اللي اتاكد عندكم؟ الناس اللي مجاوبين ما اتغيرش عندهم اي حاجه عن مفهوم السعاده، ايه اللي اتاكد عندكم في مفهوم السعاده؟ يا ريت اشوف اللي اتاكد. ممكن يبقى في قائمه للسعاده ومارس منها شيء بشكل يومي. ممتاز. هل في حاجه اتضافت عندك تانية؟ دعاء
السعادة مع التحديات. أنا كنت شايفة إن التحديات حاجة بتأزمني، وبحب كل حاجة تكون سهلة وسلسة. ده تغير عند ولاء في مفهوم السعادة. الاستدامة، مفهوم الاستدامة ده مفهوم كان جديد عليها. أنا شخصيا على طول عندي خوف، أنا أتأكد عندي ممكن أبسط شيء يكون سبب للسعادة. الخوف، أنا ملحقتش أقرأ الشات. خلينا نفتح الشات أكتر. أنا شخصيا على طول عندي خوف عدم السعادة. بعد المحاضرة حسيت إن أنا أهدي نفسي السعادة لنفسي. أتأكد عندي إن ممكن أتبسط بشيء يكون بسيط. السعادة والحزن وجهين لعملة واحدة. مستويات السعادة جميلة. عرفت إن السعادة درجات، وإن كتابة قائمة السعادة ممكن تزيد من الوعي بحالتي. أعمل لنفسي قائمة للسعادة، لما أكون حزينة أفرغ الحزن. ده ما افضلش كتمان. تغير عندي مفهوم السعاده، واكتشفت معاني جميله واعمق. معرفه اني حد غاوي معرفه، واني بعتبر حب الاستكشاف. يعني انت فهمتي المعنى ده. عرفت ان السعاده 3 مستويات وممكن تتمارس بشكل يومي. اكتشف جوانب حواليه ممكن تكون بتشعره بالسعاده وهو مش واخد باله. تغير مفهومي للسعادة، وطلعت مسؤوليتي أنا بس، وعندي قائمة للسعادة. هيبقى إن شاء الله عندها قائمة للسعادة. لازم نفضل نجرب ونجرب لحد ما نلاقي تدفقنا. حسيت السعادة الأساسية تأتي أيضا مع الإنجاز وتحقيق الأهداف، والسعادة تنبع من داخل النفس. جزاك الله خيرا. عرفت جزانا وإياكم. عرفت أعمل قائمة للسعادة وإنها 3 مستويات. اتعلمت السعادة بإيدي. أنا كنت بستنى تجيني من بره، من حد بحبه، أو أسمع خبر حلو أو حاجة تحصل تفرحني. سعادتكم مسؤوليتكم. هو ده التمرين. عشان كده أنا حبيت أقرأ الأسئلة. يا ترى التمرين بتاعي كده، أنا عايزة أستحضر وأنا أخد نفس كده، أنا إيه اللي أقدر أعمله عشان أفجر منجم السعادة الداخلي بتاعي؟ أجرب أكتب قائمة السعادة، أجرب في حاجات كتيرة تانية، أدور على أصحاب بيحبوا اللي أنا بحبه ونشتغل مع بعض، هدور على جروب دعم، هطلع من المحاضرة والورشة النهاردة أعمل إيه؟ السعادة هي الرضا، رضا ربنا علينا. وقبل ما ربنا يرضى علينا، إحنا لازم نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. قل لو اجتمعت الإنس والجن أولها وآخرهم على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أنا محتاجة جروب دعم. إذا في دكتورة ممكن تدخل على جروب الصالون وتحضروا. إحنا على طول عندنا ورش مجانية، سواء مع المدرسة أو مع في الصالون، يعني مجاني. وعندنا ورشة عمل اسمها اسأل، بنجاوب فيها بس على أسئلتكم. بس احنا مختارين طبعا موضوعات معينة للأسئلة في كل مرة بنتقابل فيها. كمان عندنا ريفليكشنز، بنشوف انعكاسات علم النفس في الدراما، وفايند يور سيلف ان دراما، انك بتلاقي نفسك جوه الدراما وجوه الأعمال الفنية الراقية طبعا، اللي بتتناول علم النفس بالرقي. لو وصلت لمرحلة إني راضي عن ربنا وقضائه، في فعلا أن الله راضي عنك، ده حقيقي. شكرا جدا، دعاء على المدرسة الجميلة. اسم المدرسة اللي احنا معاهم مدرسة القلعة الدولية في إيفيشن الرياض، كاسل. أيوة، قلعة العلم العالمي، قلعة العلم إيفيشن كاسل العالمي. انترناشونال سكول. سعيدة جدا بوجودي معاكم النهارده، والتمرين اللي انا حابة اختم بيه هو ان انتوا ازاي تفتحوا منجم السعادة الداخلي. كل واحد يدور على فكرة، ويا ريت تشاركوني الفكرة دي، ازاي هفتح منجم السعادة جوايا. أداء واجباتي نحو أفراد أسرتي سعادة. طبعا لو بتعمليها بحالة تدفق فهي سعادة، ما بعدها سعادة. أداء أدوارنا في الحياة بطريقة تبسيط الإجراءات، طريقة التدفق وحب العطاء والاتساع النفسي، ده كله من أسباب السعادة عندنا. في معانا مداخلة يا دكتورة، ناخدها معانا. اتفضلي أستاذة مها. اتفضلي
أستاذة نهى، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة الحمد لله أنا غرقانة بنعم ربي وشاكرة وحامدة الحمد لله رب العالمين، بس عندي دائما خوف من أني لا سمح الله أولد طفل مصاب بالتوحد، وهذه الفكرة ما بتغيب عن بالي لا ليل ولا نهار، حاولت أحاربها بالاستغفار بالصلاة على النبي بذكر الله بالدعاء، بس ما ب... لا ما ب... ما ها بتروح انت في من البداية بالي. قلتي انك حامل ولا قلتي انا ما سمعتش لا الجزء لا الاول؟ لا مش حامل، انا دائما بفكر انه اذا انا حملت حيكون عندي طفل مصاب، وهذا طيب الشعور بصي ما بيفارقني ابدا. طيب بصي يا مها، اول حاجة قضاء الله كله خير، يعني انا لما يجي لي شعور لازم في حاجه اسمها انر توك او حوار داخلي كده بيحصل ما بيننا وما بين نفسنا، لما بتجي لنا فكره ان احنا ممكن نصاب، ان ممكن نخش في مرض، ان احنا ممكن نجيب طفل مصاب، ان احنا خايفين من المستقبل، ان احنا اي افكار ممكن تسيطر علينا، فاحنا رقم واحد لازم يبقى عندنا ثقه بالله. فبنقول لربنا سبحانه وتعالى لا ياتي رب الخير لا ياتي الا بالخير، ربنا سبحانه وتعالى هيكتب لنا الخير، وحتى لو جه الخير بشكل متنكر احنا نفسنا ما قدرناش نعرفه فهو اكيد خير. فاول حاجه احسني الظن بالله، دايما لما يجي لك الوسواس ده الفكري ده قولي فما ظنكم برب العالمين، قولي من جواكي ظني بيك الخير يا رب العالمين عشان تخرجي من السؤال ده. الحاجه التانيه ان فكري في اسوأ الاحتمالات، يعني لا قدر الله لو حصل ان حد عنده طفل عنده توحد، طيب ايه اللي هيحصل؟ العلاجات بقت موجوده، المدارس متوفره، النمو المعرفي لهم بيبقى موجود، المهارات اكتسبهم للمهارات حياتهم، كتير من الامهات اللي عندهم اطفال توحد يعني قادرين يتعاملوا معاهم، قادرين يتعاملوا مع الاصابه دي، وقادرين يتعاملوا مع الابتلاءات. الناس كلها بتقدر تتعامل مع الابتلاءات، مش مهم ايه اللي بيحصل لنا في الحياه، المهم احنا هنتعامل معاه ازاي. ولو ما جالناش ابتلاء ده هيجي لنا ابتلاءات تانيه، بس انت ليه مركزه على موضوع التوحد تحديدا؟ احنا محتاجين برضو ندخل جواكي ونعرف، في حد كاتبه ان بنتي عندها توحد، اكيد متعايشه معاها وحباها وجميله، ولكن حياتي جميله معاها. فيعني فعليا أقرب صديقة لي عندها طفل عنده توحد، ودائما يعني كل يوم وقت ما نتكلم مع بعض بتقول لي إنه يعني الصعوبات اللي بتمر فيها، فزي الشيء اتعشش داخلي، فأنا بحاول أكون أعطيها نصائح وأنصحها وفاهمة علي. طيب بصي يا مها، انت مطلوب يعني كون ان الاحساس ده اتاسس جواكي وصاحبتك كده، حاولي تدوري على خبرات، يعني في واحده من البنات هنا بتقول ان انا بنتي عندها توحد، حاولوا تتواصلوا مع بعض، وحاولي ان انت تتواصلي مع ناس عندهم توحد ونجحوا، قصص نجاح حوالين التوحد، حاولي تدوري على النت ازاي نتعامل، لان انت مش انت اللي بتعاني، فادعمي صديقتك علشان تقللي المعاناة اللي هي فيها، بدل ما تتخيلي انت دلوقتي اللي انت عاملاه ده انك متقمصة الحالة الوجدانية لصديقتك، بدل ما تكوني داعمة ومتعاطفة معاها. في فرق ما بين التعاطف، ان انا اتعاطف تاني، دخلنا في منطقة المشاعر، ان انا اتعاطف مع شخص وان انا اتقمص التقمص الشعوري. انت تقمصتي مشاعر صاحبتك وبداتي بالظبط. تنقلي التقمص الشعوري ده على ليكي انت، لدرجه انك عشتي المعاناه، في حين ان احنا التعاطف بيدفعنا لمساعده ودعم الاخرين، التقمص الشعوري ملهوش اي فايده، العكس بيزود معاناه الاخرين وبيكبر المعاناه لانه بيخليها تمتد وتلتهمنا جواها احنا كمان. لكن ده التقمص الشعوري، التقمص الشعوري بيخليكي تعيشي معاناة الآخر ويلتهمك جوه معاناته وتعيشوا انتوا الاتنين جوه هذه الفقاعة أو البابل بتاعة المعاناة. لكن التعاطف هو إن أنا أحس باللي قدامي وأبدأ أشوف يا ترى أنا أقدر أساعده إزاي، فأبدأ أشوف ده ممكن يعمل كده، طب هو أنا مستوى من مستويات التوحد، طب أنا نوع، طب هي إيه إمكانياتها، هي بتعمل علشانه إيه، اتفرجت على فيديو النهارده قلت لها على حاجه، بعت لها حاجه،
ضحكتها النهارده، قلت لها ما تعيشيش جوه القاعه دي، حبيه، حسيه، افهميه، حاولي تقربي منه، حاولي كذا، حاولي تعملي، يعني تبداي ايه واحده واحده كده تخرجيها من ده، مش تدخلي معاها جوه ده. انت فعلا عملتي تقمص عاطفي بمعنى الكلمه، ومخاوفك ملهاش اي اساس من الصحه، مجرد مخاوف فقط لانك تقمصتي عاطفيا. اخرجي من التقمص العاطفي وادخلي جوه التعاطف، لان التعاطف اقوى بكتير من التقمص العاطفي. التعاطف ميزته ان هو بيقلل الالم اللي عند الطرف الاخر، وبيزود احساسنا بالمسؤوليه ناحيه الاخرين، لكن التقمص العاطفي بيزود الالم، بيدخلكم انتوا الاثنين داخل فقاعه من المعاناه. فانت واصله للتقمص العاطفي وليس للتعاطف، وخطواتك انك تدركي ده وتقرري انك توقفيه، وانك تبداي تبقي اكتر داعمه علشان تهوني عليها، حتى لو ما بتعرفيش. لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح للسيده خديجه وحكى لها على نبأ اتصاله بالسماء وعلى نبأ نزول سيدنا جبريل عليه، وهو طبعا ما كانش لا يعرف ان ده سيدنا جبريل ولا ان ده اتصال بالسماء ولا اي حاجه، بس راح وحكى لها على الواقعه. فالسيده خديجه بنت خويلد عملت حاجه رائعه جدا، ان هي طمنت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له ان انت رجل صالح بتعين المحتاج وبتنصح المضطر وبتغيث المضطر وبتحمل الامانات، قالت له كل الصفات الايجابيه اللي موجوده فيه عليه الصلاه والسلام، وقالت له فمش هيكون فيه شر عليك يعني ان شاء الله، رغم ان هو ما كانتش بتقول له، يعني ما كانش فيه لسه، هو ما كانش فيه اسلام ولا ايمان ولا كان مؤمن باله يعني، بس هي قالت له ان طبيعي ان الانسان فيه الصفات الكويسه دي مش هيشوف شر وهيشوف خير. لما هي ما كانتش عارفه تفسر اللي بيحصل، فاخذته الى ورقه ابن نوفل، فده طريقه الدعم السليمه، ان انا اهون واوجه لحد ممكن يكون مختص، مش لازم اقعد اقرا واختص انا، لو قدرتي تقري وتصحيها وقدرتي، ما قدرتيش تدور على حد مختص. لو هي ما عندهاش امكانيات ماديه، المتطوعين موجودين كتير، بيقولوا نصايح، بيساعدوا، بيعملوا سبورت، جروب امهات عندهم اولاد عندهم نفس المعاناه او عندهم معاناه مشابهه، فكل دي حاجات ممكن تعملها سبورت. يعني نعمل دعم، ينوجه ناحية الدعم. السيدة خديجة أخذت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل علشان هو اللي فسر له اللي حصل، وهو اللي قال له إن ده له علاقة بالنبوة بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي نفسها ما قدرتش تعمل له ده، لكن قدرت تهون عليه. فخلينا نتكلم إن في تعاطف، تهوين، وبعدين توجيه. التوجيه ده ممكن يكون جزء منه لكي، وممكن جزء منها تنوري بصيرتها، هي ممكن تعمل ايه او توصليها بحد تبدأ هي تدعم نفسها. انا اكون فدتك استاذة مها، اخرجي من التوحد العاطفي اللي انت موجودة فيه، لان ده هيؤلمك وهيؤلمها، ده تماهي وتوحد بشيء غير صحي. شكرا جزيلا. تمام، شكرا يا استاذ. طب دكتوره نرجع للتمرين. هو التمرين بتاعنا زي ما احنا قلناه من شويه، تخيلوا ايه الحاجه اللي ممكن تعملوها وتفجر منجم السعاده الداخليه. السعاده قرار وشعور داخلي بيتدفق مننا، كل واحد يبدا يتخيل هل هيعمل قائمه السعاده ويمارسها، هل هيبدا يركز علشان يقدر يمسك حالات التدفق اللي بيمر بيها ويطورها، هل هيجرب حاجات كتير عشان هو لسه ما وصلش لخبرات التدفق او خبرات السعاده، هل عنده حاجه بيحبها هيفيد بيها خارجيا علشان خاطر يقدر يوصل للتدفق، هل هيتعامل مع احزانه بطريقه الطف، هل هيقدر يسامح التجارب السابقه، هل هيتخلص من حاجه معينه. كل واحد كده يتخيل انا هفتح المنجم بتاعي عنه طريقة، وأتمنى لو حابين تشاركوا الطريقة اللي هتفتحوا بيها منجم السعادة أكون ممتنة. طب هل في تمرين تاني بس يعني تمرينات حياتية نستخدمها كنوع من أنواع الروتين في حياتنا عشان نقدر نعلي من الكواليتي بتاعت حياتنا، يبقى شيء يومي أقدر أعمله؟ ممكن نعمل قائمة السعادة ونزور قائمة السعادة بشكل يومي ونختار الأنشطة عن قصد،
يعني بدل ما يكون الموضوع عرضي ان انا باجي اخر النهار واشوف انا مارست ايه النهارده، ولو لقيتني ما مارستش حاجه احاول امارس حاجه من قائمه السعاده، ان انا عن قصد اتعمد ان كل يوم افتح قائمه السعاده واختار بعض الممارسات احطها جوه جدول يومي جوه روتيني. فيها تمرين تاني لطيف جدا، هو ان انا ابدا احط المهام بتاعتي، سواء انا من النوع اللي بيكتب التو دو ليست او قائمه المهام بتاعته اليوميه، او ان انا من النوع اللي بيعملها منتالي بدماغه بس كده، بيراجع عن النهارده عايز اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ويبدا الحاجات معينه يحط جنبها قلب، يحط جنبها قلبين، انا همارسها بمنتهى الحب، همارسها بمنتهى السعاده النهارده، انا هعمل لاولادي اكله النهارده بالحب، انا النهارده هاخد الاستشاره بتاعتي على منتهى الروقان، هفضي نفسي قبلها بشويه وهعمل كذا وهسوي كذا. فالحاجات اللي احنا بنحبها نبدا نركز عليها، ان احنا مش بس نقول كده بسرعه ان النهارده انا عندي كذا وكذا وكذا، بفتح جدولي، انا عندي استشارات كذا وعندي دوره كذا، لا، هبدا الحاجات اللي في قلوب جنبها دي همارسها، فانا كده عارفه ان انا بمارس السعاده، ان السعاده مش مجرد يعني ملذات، لا، ده السعاده دي عمليه مقصوده، خبره حياتيه بعيشها. فالتمرين الاول ان يبقى عندي قائمه سعاده، وان انا اقصد ان انا كل يوم مثلا هعمل كذا وكذا، ده من قائمه السعاده بتاعتي، وراجعها اخر اليوم، ولو مريت باي توتر اعمله. والحاجه الثانيه ان انا في المهام اليوميه بتاعتي هبحث عن حالات التدفق، وهزود خبرات التدفق عندي، ان انا هميز الاكتيفيتي دي ان هي هتكون ان شاء الله هتخش ضمن خبرات السعاده المثاليه بتاعتي، زي ان انا هدي المحاضره النهارده ودي هتكون من ضمن خبرات السعاده بتاعتي، هاخد الاستشاره وهتكون كده، هعمل اكله لاولادي، هقعد مع اولادي واتكلم معاهم لان انا بحب اعمل كده، هقرا، يا حاجات اللي هي خبره مش مجرد داخل قائمه السعاده. فدول طريقين ممكن او تمرينين حياتيتين ممكن تطبقوهم. الحاجه الثالثه هنشتغل على المستوى الثالث بالسعادة، بإن أنا مرة أسبوعياً أو مرة شهرياً لو لسه مبتدئة حفيد بحاجة أنا بعرفها، سواء لجروب صغير جداً أو أبدأ أوسع الموضوع. بداية إن أنا أعمل دورات وحاجات زي كده كانت بادئة في تجمع أسري بيحصل كل يوم اثنين، وعشان كده انا بحب ان انا اخلي الصالون يوم الاثنين، وكان افراد العيله بيتجمعوا عندي، وكنت بعمل لهم اختبارات نفسيه. النهارده هنعمل اختبار نحلل شخصيتنا، نشوف هل احنا كذا ولا كذا، النهارده هعمل لكم اختبار نفسي تاني، هنعمل كده وكده، كنت بطبق عليهم السايكومتري على جروبات صغيره جدا جوه البيت. فدلوقتي بقى الموضوع يعني بيتعمل بشكل اوسع، وبيتعمل ورش عمل ومحاضرات وندوات ولقاءات تلفزيونيه وكده، بس هي كلها طلعت من صالونات صغيره جوه البيت عندي، عباره عن تحليل الشخصيه اللي كنا بنعمله كل يوم اثنين، واللي الناس كانت بتحب تيجي عندي مش عشان تتغدى، مش شاطره قوي في الاكل، بس بتيجي تحب عندي عشان يحللوا شخصياتهم ونعرف بعض اكتر واكتر واكتر جوه القعدات الجميله دي الثريه. سوي لنا تحليل شخصية، خلاص نعمل جلسات حوالين تحليل الشخصية إن شاء الله. فابدأوا، يبقى ده ثالث حاجة، أول تمرين قائمة السعادة، ثالث تمرين حوالين خبرات التدفق، ونتعمد إن احنا ندخل جوه هذه الخبرات بشكل عمد كده لغاية لما نبدأ نعيشها بشكل فعلي. والحاجة الثالثة إن انتوا تبدأوا واحدة واحدة تدوا من اللي عندكم حوالين الدوائر الصغيرة، زي ما الدكتورة شاركت معانا وقلت لها اللي انت بتتعلميه عرفيه الدوائر الصغيرة بتاعتك، وهكذا هتكتشفي انت عايزة تدي ايه، فتبقي وصلتي لخبرة السعادة التالتة. فدول ثلاث تمارين اتمنى انكم تطبقوهم عشان احس بأثر حقيقي للورشة دي على حياتكم. الحقيقه يا دكتوره انا فعلا فعلا بجد ما حسيتش بالوقت، يعني قد ايه ورشه مفيده وربنا يعني. يجزاك بجد والله، يعني لا ده انا كمان لسه جوايا اسئله، ده غير الاسئله اللي بتجيلنا. ففعلا يا دكتوره بشكر حضرتك جدا جدا على وجودك معانا النهارده في حمله خليك ايجابي، فعلا حضرتك اديتينا دفعه ايجابيه نبتدي رحله السعاده بمنتهى النشاط. بشكر حضرتك جدا جدا لوجودك معانا.
وأتمنى إن إحنا نكون جاوبنا على أي سؤال كنتم محتاجين تعرفوا إجابته. وكمان أنا بدأت معكم النهاردة لقائنا بأسئلة، أتمنى برضو نكون قدرنا نجاوب على الأسئلة ديت، وتكون كانت بالإفادة اللي فعلا تقدر تخلينا كلنا هنبتدي رحلة السعادة. لو ما كناش عن الطريق يبقى عرفنا الطريق الصحيح، وهنبتدي رحلتنا إن شاء الله في السعادة الحقيقية. بشكر حضرتك جدا يا دكتورة، وكلمتنا دايما بنقول دايما خليك إيجابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جدا، شكرا للمدرسة على الاستضافة، وشكرا لكل اللي حضر معانا الوقت ده كله وفضل قاعد يسمعنا ويتناقش معانا ويتحاور معانا. من أهم لغات الحب عندي هو الوقت النوعي، ان احنا نقضي كواليتي تايم او وقت ذو نوعيه جيده، وبحس ان هو بيبقى موجود في الورش والمحاضرات والندوات والدورات. ثانك يو لكل اللي اداني من وقته، ويا رب اكون في كلكم كلكم سعيده معاكم، وحابه اقول لكم للسعاده وجوه عديده، دوروا على الوجه اللي يناسبكم وربنا يسعدكم. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نسال الله سبحانه وتعالى السعاده. ودايما بحب اختم بان اتمنى ان المجلس ده يكون مجلس علم، وان ربنا سبحانه وتعالى يباهي بنا ملائكه عرشه، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا نتلألأ لاهل السماء كما تتلألأ النجوم لاهل الارض، ويخرجنا من هذا المجلس مغفور لنا. ودعاء كفاره المجلس، مين هيقول لنا دعاء كفاره المجلس؟ ما تقوليش محدش حافظه، عايزين مشاركات. مين هيختم بدعاء كفاره المجلس؟ مها، اتفضلي يا مها. سبحانك، اتفضلي يا مها. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا يغفر لنا ان شاء الله ويجعل هذا المجلس مبارك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.